صباح الخير والأمل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بكم وحلقة جديدة ونهاية الأسبوع. بسعد بصحبتكم دايما كل خميس وجمعة من 9 لـ11:30 الاستعراض كل أهم الأخبار والأحداث وأيضا كل القضايا اللي بتهم الشارع المصري والأسرة المصرية. النهاردة الخميس 20 سبتمبر 2018 9 صباحا بتوقيت القاهرة. يا رب إن شاء الله يكون يوم سعيد على الجميع. النهاردة الحقيقة معانا مجموعة كبيرة من الأخبار والتقارير وأيضا معانا فقرات جماهيرية مهمة جدا. بعد فقرتنا الإخبارية ومجموعة من التقارير هنلتقي لقاء مهم جدا مع الأستاذ محمد رشوان مستشار المشروعات الصغيرة بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. هيكلمنا عن المشروعات الصغيرة للشباب، إزاي المؤسسة دي بتدعم المشروعات الخاصة بالشباب اللي في بداية حياتهم، إيه نوع الدعم أصلا المقدم وإيه شروط الحصول على الدعم. أيضا هل كل شاب هيقدم مشروع يعني هيحصل على دعم لفكرة هذا المشروع ولا ممكن نساعده في الاختيار؟ هل بيقدم دراسة جدوى؟ الدراسة دي بتكون على كم سنة؟ تفاصيل كتير جدا طبعا هنعرفها من ضيفنا الأستاذ محمد رشوان. فقرتنا الثانية والأخيرة زي ما وعدناكم وبناء طبعا على طلباتكم هنتكلم عن التعليم. احنا دايما بنتكلم عن التعليم واهميته واهميه تطويره، فالنهارده هنتكلم على كل التفاصيل خصوصا ان خلاص يعني السنه الدراسيه ابتدت. وهيكون منورنا في هذه الفقره زميلنا الاعلامي احمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم، ولقاء مهم جدا حول استعدادات الوزاره للعام الدراسي الجديد وعدد من الموضوعات، تطوير المناهج، موضوع التابلت، الخدمات المقدمة، المدارس اليابانية، غيرها وكل التفاصيل. وأيضا حاجة مهمة جدا كنت انتوا طلبتوا نتكلم عنها، موضوع الدروس الخصوصية والسنترز الخاصة بالدروس الخصوصية، خطة وزارة التربية والتعليم لمحاربة هذه الآفة هتكون ايه. أنا مستنية طبعا كل مشاركات حضراتكم واقتراحاتكم لو في أي أسئلة على أرقام تليفوناتنا اللي قدامكم على الشاشة وكمان على SMS موجودة قدام حضراتكم أيضا على الشاشة. وتابعونا طبعا على صفحتنا على الفيسبوك، نكتب بالعربي نهاية الأسبوع، ومستنية كل رسائلكم وكل تعليقاتكم. هنحاول بإذن الله النهاردة إن احنا نجاوب على أكبر عدد من أسئلة السادة المشاهدين. خلونا نبتدي أخبارنا هذا الصباح مشاهدينا. والرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح مستشفى المنوفية العسكري ومساحتها 29,000 متر مربع. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مستشفى المنوفية العسكري بمحافظة المنوفية، وقدم الشباب والأطفال الحقيقة في افتتاح المستشفى وقابلته الأطفال بالورود وتلقى صور تذكارية مع الشباب. استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لشرح مفصل حول مستشفى المنوفية العسكري. والمستشفى مكونة من مبنى رئيسي وعدد من المباني الفرعية وبتبلغ مساحتها 29,000 متر مربع زي ما احنا شايفين أمامنا دلوقتي على الشاشة. وطبعا ده في سياق اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنظومة الصحة والاهتمام في يعني بالنهوض بهذه المنظومة، علشان طبعا زي ما انتم عارفين هيتبعها نهوض بالانتاج وبالتعليم وبكل طبعا متطلبات الحياة او الأعمدة اللي بتقوم عليها الدولة. تعالوا بقى نتكلم شوية عن التعليم. والرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا صرح في موضوع التعليم ده ان الدوله دفعت في التابلت فلوس كتير جدا علشان خاطر ابنائها. ده التصريح اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال ان التابلت تكلفه ماليه كبيره جدا بتصل لاكثر من يعني 1,000 جنيه للتابلت الواحد، وهو مخصص للعمليه التعليميه فقط مش لأي حاجة تانية، يعني مش للعب، ومصمم للعملية التعليمية مش هيستخدم لغير كده، يعني مش هيبقى فيه حاجة غير موضوع المناهج. وبرجاء ده اللي الرئيس قاله، وبرجاء نجيبه بمستوى معين لأن الدولة دفعت فيه رقم كبير جدا علشان خاطر ولادنا، وطالب من الجميع التكاتف من أجل تغيير الواقع للأفضل. ده كان بالنسبة للصحة وبالنسبة للتعليم. تعالوا بقى نروح طبعا في إطار
مجهودات وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن الداخلي. احنا عارفين طبعا ان انتشار مخدر الاستروكس اللي بيضر بشبابنا وبيضر بأولادنا انتشر انتشار كبير جدا، وده اعتقد انه في خطة ممنهجة للقضاء على عقل الشباب والقضاء ايضا على انتماءاتهم بالإضافة الى القضاء على صحتهم. ضبطت وزارة الداخلية مؤخرا كمية كبيرة جدا من مخدر الاستروكس بالقاهرة والجيزة. تعالوا نشوف التفاصيل في الفيديو ونرجع لكم مرة تانية مشاهدي نهاية الأسبوع. حملات متواصلة لضبط تجار وحائزي مخدر الاستروكس القاتل، فقد نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط عاطل بالجيزة يتاجر في هذا المخدر وبحوزة كمية من مخدر الاستروكس وأخرى من الحشيش والأفيون. وبالقاهرة تمكنت الإدارة من ضبط تشكيل عصابي يقوم بترويج مخدر الاستروكس والعقاقير المخدرة بمنطقة عين شمس، وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس المعد للبيع وأقراص مخدرة. الأمن العام تنسيقا مع أمن الجيزة تمكن من ضبط عاطل بنطاق قسم شرطة العجوزة وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس بقصد بيعه، واعترف بتصنيع هذا المخدر من نبات البردقوش المخلوط بمبيدات حشرية وبنج طبي. بالنسبة للجانب الاجتماعي، زي ما أشرنا مؤخرا أن وزارة الداخلية ليها أو أصبح ليها جانب اجتماعي تنموي كبير جدا، وبتواصل في هذا السياق وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها تحقيق الأمن على كافة مستوياته السياسية والجنائية والاقتصادية وأيضا الاجتماعية، استكمالا لمبادرة كلنا واحد اللي أطلقتها وزارة الداخلية مؤخرا واللي بتهدف إلى تخفيف عن كاهل السادة المواطنين. أقامت مديرية أمن القاهرة وطبعا أقامت أسواق لبيع الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة بمناسبة موسم عودة الطلبة للمدارس. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لكم مرة تانية. مع استمرارية تفعيل مبادرة كلنا واحد بتوجيه من رئيس الجمهورية، والتي بدأت بتوفير السلع الأساسية والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عبر المنافذ الثابتة والمتحركة، أطلقت المرحلة الخامسة من المبادرة لتوفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة وجودة عالية بعد الارتفاع الكبير فيها في الفترة الأخيرة. مديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أقامت منافذ ثابتة ومتحركة لهذا الغرض بالاتفاق مع التجار، وتم طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بتخفيضات وصلت من 20 إلى 40% في المناطق ذات الكثافة والأشد احتياجا وبإشراف ميداني من مدير الأمن، حيث شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء لما لمسوه من فارق كبير في الأسعار، وأشادوا بهذه المبادرة التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية. تعالوا نرجع على أخبارنا مرة أخرى مشاهدينا، وهنتكلم دلوقتي عن مؤتمر الحكوميين العرب. صرح المستشار حسام عبد العزيز وزير حسام عبد الرحيم عفوا وزير العدل ان مصر بتاريخها العريض وحضارتها الانسانيه التي امتدت عبر العصور بتحترم وتطبق جميع المعاهدات الدوليه كما تحترم قواعد واحكام القانون الدولي الانساني. من هنا كانت دعوتها للمؤتمر على ارضها ايمانا منها باهميه تطبيقه ونشر مبادئه في ظل الظروف اللي بتمر بها المنطقة العربية الآن. وأوضح أيضا السيد وزير العدل أن فكرة عقد الاجتماع جت لتعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني والعربي، وإنفاذا لتوصيات المؤتمر الإقليمي العربي اللي اختتمت أعماله بصدور إعلان القاهرة عام 1999 وأقيم للاحتفال بذكرى مرور 50 سنة على اتفاقية جنيف أو اتفاقيات جنيف الأربعة. جاء ذلك خلال افتتاح عبد الرحيم لفعاليات الاجتماع 11 للخبراء الحكوميين العرب في القانون الدولي الإنساني في إطار نشاط اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني برئاسة وزير العدل وبأمانة قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل المصرية، وده بهدف أيضا مراجعة ما تم إنجازه في خطة العمل الإقليمية الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى العربي خلال 4 سنين اللي فاتوا، واعتماد خطة عمل جديدة
الجديدة خلال العامين المقبلين. الاجتماع ده بينعقد على مدار يومين بالتنسيق مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المصري، وأيضا بحضور وفود من أكثر من 10 دول عربية، منها لوزير المالية. وتصريح مهم جدا لوزير المالية الشهر المقبل هو الأخير في استيراد الغاز من الخارج. كشف محمد معيط وزير المالية عن أن الشهر المقبل أكتوبر هو آخر شهر سيتم استيراد غاز فيه وسنعتمد على الغاز المحلي. وضح أن البطالة انخفضت لنحو 9.9%، كما انخفض العجز الكلي أيضا. صرح معيط أن الحكومة واجهت صعوبات كبيرة جدا طوال السنوات الماضية حتى تصل إلى الوضع الحالي، ولفت إلى أنه تم التغلب بالفعل على مشكلة الكهرباء والتي كانت سببا في أن المصانع لم تكن تعمل إلا وردية واحدة فقط لضعف الكهرباء، لكن الوضع تغير الآن. وأضاف معيط خلال كلمته في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بحضور مهندس طارق توفيق رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة، أضاف أن الوضع تغير تماما ولدينا فائض من الكهرباء. استعرض أيضا الوزير تحسن مؤشرات الاقتصاد والسياسات الضريبية وتحسن الصادرات، بجانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة علاوة على مواجهة التضخم وتحسن الخدمات ومشروعات البنية التحتية، بجانب المشروعات العملاقة في الطريق والبنية والطاقة، علاوة على صدور العديد من القوانين الاقتصادية اللي هتساعد طبعا على الانتعاش الاقتصادي. طيب تعالوا بقى نروح للكهرباء، بما اننا فتحنا يعني موضوع الكهرباء. والحقيقة الكهرباء بتبدأ المرحلة الثانية من مشروع العدادات الذكية بتركيب 250 ألف عداد. ده اللي بدأت فعل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذه في المرحلة الثانية من مشروع تركيب 250 ألف عداد ذكي بمختلف أنحاء الجمهورية. بتشمل المرحلة الثانية تركيب 10% من إجمالي المستهدف بواقع 250 ألف عداد ذكي، وبيتم الانتهاء من باقي المشروع تباعا حتى بداية 2019. تعالوا نعرف مزيد من المعلومات. مشاهدينا معنا هاتفيا دكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء. دكتور أيمن صباح الخير. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك، تحياتي للمشاهدين الكرام يا فندم. أهلا بيك يا فندم. طيب عايزين تعليق في المجمل يا فندم على موضوع العدادات الذكية، وحضراتكم صرحتوا إن في 250 ألف عداد هيتم تركيبهم. الخطة اللي هيتم تركيب ال 250 ألف عداد بيها دي عبارة عن إيه بالظبط يا فندم؟ هو طبعا احنا يعني بيبقى ده حريصين جدا ان احنا يعني نرفع مستوى الخدمه المقدمه للمواطنين، خاصه باليات حساب الاستهلاكات بتاعه المواطنين او المشتركين، واتجاهنا للاليات اللي هي اكثر تكنولوجيا بخلاف اللي هي العدادات القديمه. فده خلانا ان احنا نتوسع في جزئيتين، اللي هو العداد مسبوق الدفع اللي أيوة. وصلنا فيه 5.8 مليون عداد، والاليه الثانيه اللي هي العداد الذكي يعني في مرحله تجريبيه 250 الف عداد. ده طبعا عشان نقدر نعمل تقييم للمرحله التجريبيه دي عشان نتوسع فيها بعد كده اهوت على مستوى الجمهوريه. احنا بادئين فيها على مستوى 6 شركات توزيع من اصل 9 شركات. بدانا فيها اول خطوه اللي هي 1% من تركيبها، والحمد لله انتهينا منها وتم تقييمها، وكانت الخطوه الثانيه تركيب حوالي 10% منها. ال 10% ديت على اساس ان هو يبقى فيها تصنيع محلي لبعض الاجزاء اللي موجوده من العدادات. وبعد كده هو ان شاء الله بنبدا نستكمل اللي هو ال 250 الف عداد، ده تمهيدا بقى ان احنا نبدا نتوسع على مستوى الجمهوريه في تركيب هذه العدادات الاكثر تكنولوجيا. طبعا تمام، يعني بالفعل في توجه لتغطيه الجمهوريه بالكامل بالعدادات الذكيه. بالفعل يعني تمام. احنا واضعين خطه ان احنا ان شاء الله ممكن في اطار مثلا 10 سنوات او اقل يعني ان احنا يبقى توجهنا او تحولنا الى العدادات اللي هي سواء مسبوقه الدفع او عدادات ذكيه، بما فيها طبعا من بنيه تحتيه من مراكز تحكم، يعني كل ما يتطلب لهذه العدادات اكثر تكنولوجيا. تمام يا فندم. طيب في سؤال، هل يعني في خطه مختلفه من حضراتكم كوزاره للتعامل مع الجهات الصناعيه والمستشفيات من ناحيه موضوع دفع الفواتير والكلام ده يا فندم؟
ايوه طبعا، هو بالنسبه لي يعني كبار المشتركين او مع القطاع الحكومي او الجزء الحكومي، فيه هناك توثيق دائم ما بيننا وبين الوزارات المعنيه. اول حاجه علشان الحفاظ على استمراريه التوزيع الكهربائيه بما يمس الخدمات الموجهه للمواطنين بصفه خاصه، وفي نفس الوقت لما بيكون في اي متاخرات في حرص برضه ان احنا يبقى في دفع هذه المتاخرات او جدوله ليها، ويعني بنحاول يعني ان احنا يعني يبقى في تنسيق، والحمد لله يعني في تفاهم للاعباء على الجهتين، سواء على قطاع الكهرباء او على الجهات الثانيه. تمام، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم للتوضيح، دكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء. وعوده الى اخبارنا مشاهدينا، ووزاره الزراعه بتبدا منظومه جديده للاسمده وتوقف شهادات تصدير مصانع الانتاج المتقاعسه. تشمل خطه وزاره الزراعه ممثله في اللجنه التنسيقيه للاسمده في وضع منظومه جديده لتوفير المقررات السماديه من خلال الزام شركات الاسمده بتوريد حصتها كامله لوزاره الزراعه والبالغه 55% من اجمالي الطاقه الانتاجيه لمصانع هذه الشركات، وعدم اصدار شهادات للشركات الا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلي، خصوصا ان بعض الشركات بتفي بوعدها والتزاماتها تجاه الحكومه وبتقوم بالفعل بتوريد الحصص المقرره، بينما هناك شركات اخرى لها شريك اجنبي لا تلتزم بدفع هذه الحصص وبتركز على التصدير فقط وإعادة النظر في رسم التصدير وزيادته أيضا حتى يتماشى مع الفرق بين السعر المدعم والسعر الحقيقي. تعالوا بقى نروح للسياحة. والغرف السياحية تبدأ تلقي الطعون والتظلمات على مرشحي الانتخابات الاتحاد، بتبدأ الغرف الخمسة لاتحاد الغرف السياحية في تلقي طلبات التنازل والطعون على السادة المرشحين المقبولين، وكمان التظلمات من المستبعدين في انتخابات الاتحاد يوم الحد اللي جاي، بتستمر لمدة 3 أيام، وذلك بعد أسبوع واحد من غلق باب الترشح لانتخابات الغرف ومجلس إدارتها. ستبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات في الطعون والتظلمات خلال الفترة من 30 سبتمبر لحد 7 أكتوبر المقبل، حيث ستجرى الانتخابات يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية تنعقد الجمعية في تمام الساعة 11 صباحا بأي عدد من الأعضاء، وبيستمر إجراء الانتخابات حتى الساعة 7 مساء. طيب، منها إلى الشأن العربي، وأبو الغيط يحذر من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حذر السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من انزلاق الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مزيد من التدهور خلال الفترة القادمة، كما أكد أن المؤشرات الحالية تدعو للقلق والانزعاج وتمثل جرس إنذار للجميع بضرورة تغيير المسار الحالي الذي لا يكتفي بحرمان الفلسطينيين من أي أفق سياسي في المستقبل، وإنما يزيد على ذلك وضعهم تحت ضغوط غير مسبوقة سواء على المستوى السياسي أو على مستوى الحياة اليومية لملايين السكان في الضفة وغزة المحتلين. ولسه بنتكلم عن فلسطين مشاهدينا، والحقيقة أبو حسنة وكالة الأونروا بتواجه تهديد وجودي ومحاولة تصفية حقيقية، ده اللي صرح به المتحدث باسم وكالة الأونروا في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، إن الوكالة بتواجه تهديد وجودي ومحاولة تصفية حقيقية في ظل الضغوطات الواقعة عليها من قبل الإدارة الأمريكية وتقليصها بنسبة 38%، نسبة كبيرة جدا من برنامج التمويل لوكالة الأونروا بالكامل، وأكد إن هي لسه بتقاوم كل هذه الضغوطات لحد دلوقتي. أشار إلى أبو حسنة إلى أن الوكالة بتبذل جهود حثيثة وبتجري حراك واسع جدا على كل المستويات لسد هذا العجز، وأضاف بأنها اضطرت للاستدانة من حساب قطاعي التعليم والصحة لسد عجز برنامج الطوارئ اللي وصل إلى الصفر. يمكن إحنا اتكلمنا في النقطة دي قبل كده،
وقلنا ان كمان السيد عندنا ابو حسن صرح ان يعني التمويل اللي موجود لسد موضوع التعليم الخاص بمدارس الانروا في فلسطين هيكفي لغايه شهر سبتمبر اللي جاي. احنا طبعا مش عارفين بعد الاستدانه اللي حصلت دي ايه اللي هيحصل. هم قطاعي التعليم والصحه موظفين الانروا الحقيقه من امبارح يمكن عمالين يتظاهروا، 13,000 موظف تظاهروا ضد سياسات الأنروا في غزة بسبب تقليص ميزانية التعليم وتقليص ميزانية الصحة. وبعض الخبراء وضحوا أن الموضوع مش موضوع اقتصادي أو مش موضوع تمويل وأموال فقط، ولكنها أجندة سياسية للقضاء على الهوية الفلسطينية. عموما احنا هنعرف في الأيام المقبلة اللي هيحصل في موضوع الأونروا وفي موضوع فلسطين بشكل عام اللي بتمارس عليها ضغوط كبيرة جدا. طيب نروح من فلسطين لليمن، وميليشيا الحوثي بتطلق قذيفة تجاه محافظة ظهران السعودية. أعلن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني السعودي بمنطقة عسير عقيد محمد عبد الرحيم العاصمي أن ميليشيات الحوثي أطلقت قذيفة عسكرية على إحدى قرى محافظة ظهران الجنوب. وأضاف العاصمي أن رجال الدفاع المدني بشروا بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى في محافظة ظهران الجنوب. وأشار إلى أنه نتج عن سقوط هذا المقذوف تعرض مسجد ومنزل أحد المواطنين وكذلك بئر زراعية لأضرار مختلفة دون أن يتسبب في إصابات بشرية. طيب عموما احنا برضو هنعرف في الايام المقبله مصير موضوع المباحثات اللي بتقوم بها ميليشيات الحوثي اللي بتنتهك حقوق اليمنيين. وكان في تصريح الحقيقه ان في 14,000 قتيل من وقت انقلاب الحوثي لحد دلوقتي في الاراضي اليمنيه، ولسه لقاءات مستمره بتكثفها المنظمات الامميه مع جماعه الحوثيين بعد زياره المبعوث الاممي مؤخرا الخاص الى اليمن وقعد هناك 3 ايام. وامبارح التقى ايضا رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الحوثي مع رئيس لجنه الانقاذ الدوليه، بس لسه لحد دلوقتي ما نعرفش التوصيات اللي خرجوا بيها عباره عن ايه. طيب نروح لخبر تاني ولا زلنا في الشأن العربي. قبيلة الغفران تنظم وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم النظام القطري بجنيف. نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية وقفة احتجاجية أمام النصب الكرسي المكسور بالأمم المتحدة بجنيف، وده للتنديد بجرائم النظام القطري في حقها من تجريدهم من الجنسية وتهجير قسري وتعذيب. وبتأتي هذه الوقفة لإلقاء مزيد من الضوء على المآسي اللي بيتعرض لها أبناء ونساء قبيلة الغفران من تنكيل وقمع على يد النظام القطري. في إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة في الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقود حاليا بجنيف، كانوا في هذه الوقفة الاحتجاجية وطلبوا أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين اللي خالف المواثيق والعهود الدولية من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران، وحد قولهم إن هم لمجرد إن هم قالوا رأيهم في نظام الحمدين وإن هو نظام إرهابي من الدرجة الأولى. بتعد قبيلة الغفران زي ما احنا عارفين طبعا هي أحد الفروع الأساسية لقبيلة المرة الأكبر، وبيمارس النظام القطري الاضطهاد ضدهم من سنة 1996 بسبب رفض أبناء الغفران انقلاب حمد بن خليفة على والده والسيطرة على الحكم وتأييدهم الأب في مساعي لاسترداد الحكم مرة تانية. فاتهمت السلطات هذه العشيرة التحريض، اتهمتهم يعني بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد. طيب تعالوا بقى نروح لفقرة السوشيال ميديا. وتابعنا طبعا كلنا وكنا سعداء جدا بأغنية أحمد مكي أغلى من الياقوت. الحقيقة مكي بيعتمد على الكلمات وقوة الكلمة وقوة المعنى في معظم أغانيه إن لم تكن كلها. يعني أغنية أغلى من الياقوت تقريبا حققت 2 مليون مشاهدة بعد 24 ساعة فقط من طرحها على يوتيوب. تعالوا نشوف جزء من هذه الأغنية ونرجع لكم مرة ثانية. استغربت اتلخبطت اتشديت قلبي اتنفض ما بين ضلوعي ومن الفرحة بكيت
أول ما شفتك الدنيا لفت بيا، ربي حبني وهبلي من عنده هدية. سرحت فيك ساعات، فيك مني كتير حاجات، يا رب تاخد مني بس الحلو في الصفات. وفي وسط زحمة فرحتي فجأة هجم سكات مخلوط صور أبيض في أسود من اللي عشته ومن اللي فات. يمكن عشان الضلمة في طفولتي كانت أكتر من نور، عيل صغير قال بسم الله وقام يعدي في بحور. مش شايف شط أو مينا لآخر البصر، مفيش أمل، كان نفسي في حد يعلمني وينصحني ويبقى لي المثل. ربك حماني وتولاني برحمته، مفيش جدل بعد ما كل سكة اتسدت واسودت والباب قفل. يا رب يا كريم اهديني وقويني ووفقني لسكة تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله احسن من حالي. وانا وعدك يا رب هحاول ابقى احسن اب، وديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب. بتكبر بتفاجئ ان صفاتي بتظهر فيك اكتر واكتر، ابتسامتي وضحكتي والمشي وحتى تكشرتي، حتى نومتك رجلي فوق رجلي دي نسخة من نومتي. قبل وجودك الدنيا ما كانتش فارقة معايا، قلبي ده كان خلاص قلب حجر، دي مش كناية. جلدي تخن من قسوة الدنيا ومر الحكاية، بقيت زعلان على الشخص اللي شايفه في المراية. لحد ما انت جيت غيرتني وكنت الهداية، فتحت بايدك كل ابواب الرحمة جوايا. لما بحضنك واحس دقة قلبي جنب قلبك، 100% ما حبتش في الدنيا قبلك. لما بحضر أول مرة ليك في أي حاجة، قلبي بيرفرف وحس بألف حاجة وحاجة. إحساس غريب، جزء مني تحول إنسان، بيزعل وبيفرح وبيزرع جوايا الحنان. خايف عليك من الدنيا يا ابني ملهاش أمان، وبدعي ربنا يحميك ويصونك. هو الرحمن كتبت رسالة ليك عشان لو قدري وقته حان، ومش مكتوب لكون جنبك لآخر الامتحان. عاوزك تكون صاحب عزيمة فولاذ حديد، مهما الدنيا تحبطك صمم خليك عنيد. خليك واثق في نفسك عن حلمك اياك تحيد، مهما سود الليل وطال حيطلع فجر جديد. عاوزك لربك شاكر وجهد الناس تقدر، واوعى تظلم مهما كنت قادر ربك اقدر. اوعى تفضح عيب انسان لو ربك ستر، كما تدين تدان ما تضمنش القدر. لو قلت كلمة حق والناس قامت عليك كأنهم قالوا لك مبروك تسلم ايديك. عشان الكلب الميت ضربه مش مطلوب، لكن لو كان شجر مثمر بيتحدف بالطوب. لو يوم ذنوبك تقلت ارجع لربك توب، ربك لو حبك هيحبب فيك كل القلوب. ساعات بسرح وبسأل نفسي والدماغ تفكر، يا ترى هتبقى فعلا ظهري لما اكبر؟ لما العجز يبدأ ينهش فيا ويجور عليا، في عز احساسي بضعفي هيكون قلبك عليا؟ لما اللسان يتقل والكلام يصبح بطيء، وعيد نفس الكلام اكتر من مرة ارجوك تطيق. يا ما طلبت مني عيد حكي الحدوتة كتير، وفي كل مرة كنت عيد لك قلبي كان بيطير. لما تلاقيني قدمت ومش مواكب عقل جيلك، ما تركنيش لجهلي علمني من غير ما جيلك. خليك عيني نور لي طريق المنتهى، وافتكر اني من علمك معنى الحياة. لما بطل اقدر امشي لوحدي خطوتين، لما اكون اضعف من ان اقدر اشرب من غير معين، لما تموت الذاكرة وبالعافية اعرف انت مين، وجودك جنبي كفاية لحد ما يجيني اليقين. كلمتين حقولهم عندي اغلى من الياقوت، كنت معاك يوم ولدتك عاوزك جنبي يوم ما موت. الأغنية زي ما شفنا بتعبر الحقيقة عن مشاعر الأب وإحساس الأب ناحية ابنه أو ناحية أبنائه، وقدر مكي الحقيقة بمنتهى البساطة وأيضا بمنتهى الدقة إن هو يوصف مشاعر الأب. طبعا تحية جدا لكل أو تحية كبيرة جدا لكل فنان بيستخدم فنه في مثل هذه الأغاني، أو كل مطرب أو كل ممثل بيستخدم فنه في توصيل مثل هذه الرسائل. تعالوا نروح نشوف بقى صورة، أكتر صورة كان معملها شير على الفيسبوك مكة محمد صلاح في أول يوم ليها وهي رايحة المدرسة باليونيفورم بتاع المدرسة. دي صورة مكة. على فكرة الناس اللي علقوا على الصورة علقوا إن هي شبه باباها جدا، وقالوا إن هي بتتمتع بنفس نظرة الثقة الموجودة عند والدها طبعا، وطبعا الجميع كان بيتمنى لها التوفيق، و
ربنا يحفظها يا رب، مكة محمد صلاح. طيب معنا صور تانية لسيدة مصرية جميلة من المبدعات اللي هي عاملة مكات رائع أو أكثر من رائع، مكات يعني عاملاه بفن، مش مكات عادي، ده مكات على فكرة، مش حاجة حقيقية، مكات صغيرة. أمنية صابر، أمنية صابر عملت المكات ده وأشاد بيه جميع، يمكن كمان في وكالات أنباء عالمية اتكلمت هي عاملة ازاي بالدقة دي. وعلى فكرة المكاتات اللي من النوع ده بتاخد وقت وجهد كبير جدا، ده كمان مكات ده مش حقيقي، عملته أمنية، شكله طبيعي جدا وقريب جدا جدا أو مطابق جدا للواقع. الناس كلها أشادت الحقيقة بمكات أمنية صابر اللي عملته بمنتهى الدقة وبمنتهى الحرفية زي ما احنا شايفين قدامنا في الصور. ده كمان بقيت مكات الفنانة أمنية صابر اللي عملته، وهي فعلا عاملاه بشكل فني وجميل جدا. طيب تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي التقرير وندوة نقاشية بعنوان الأمن السيبراني وحماية الهوية المصرية في البيئة الرقمية الحديث. ده كانت ندوة نقاشية مهمة جدا بحضور مهندس زياد عبد التواب رئيس المركز، ودكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، ونخبة كبيرة من المختصين في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتكنولوجي، وده طبعا لتعزيز الهوية المصرية و تعريف المواطن المصري ازاي يستخدم التكنولوجي الحديثة في خدمة، يعني في خدمة هويته أو في خدمة عمله، مش في أي حاجة تانية. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لكم مرة تانية. الهدف من الحلقة النقاشية النهاردة هو التعريف بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. احنا طبعا عملنا ورشة قبل كده من حوالي شهر، لكن بعد ما صدور القانون، لأنه القانون صدر نهاية الشهر، منتصف الشهر الماضي، يعني هو بقى له دلوقتي شهر تقريبا، لقينا ان في مجموعة من النقاشات اللي تمت في الإعلام حول القانون دوت، سواء ناس فاهمة القانون أو في ناس متشككة في بعض البنود بتاعته، فحبينا ان احنا نعمل جلسة تانية علشان نبتدي نرد فيها على كل التساؤلات اللي كانت قائمة، وكمان يبقى في صبغة أخرى لهذه الجلسة النقاشية، إن احنا نتكلم عن القانون والإعلام والحفاظ على الهوية المصرية. القانون دوت بيجرم كل الأفعال الضارة اللي من الممكن إنها تبقى بتلحق بالمواطن، سواء كان سرقة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، سرقة بريده الإلكتروني، سرقة بطاقاته الائتمانية، عمليات الاختراق اللي من الممكن انه يتعرض لها، عمليات نشر الفيروسات، عمليات الاعتراض للاتصالات. كل الامور دي الحقيقه القانون ابتدى ينظمها علشان يحمي المواطن ويحمي الاستثمار. القانون كمان اضاف حجيه في الاثبات بالنسبه للادله الرقميه، بحيث ان القاضي يبقى مقتنع تماما بالدليل الرقمي. اضاف كمان ماده متعلقه بالخبراء والتعاون الدولي، بحيث اننا نقدر نضبط المنظومه الخاصة بتطبيق القانون ونسمح لجهات التحقيق وجهات الضبط انها توصل لمرتكب الجريمة بما يحقق امن وامان المواطن والاستثمار. احنا النهاردة بنتكلم عن دور الاعلام في تعزيز الهوية المصرية وحمايتها. دايما يقال في الادبيات الاعلامية ان الاعلام له مجموعة من الادوار، منها التثقيف والاخبار والاعلام والترفيه، ولكن من احد الادوار المهمة اللي بيقوم بها الاعلام ايضا هو نقل الثقافة للاجيال الاخرى. في بيئة الإعلام الجديد ظهرت مجموعة من الأنماط الإعلامية والأنماط الثقافية والأنماط الاقتصادية الجديدة، التي من الممكن أن تكون غريبة على طبيعة المجتمع المصري من جهة، وتؤثر على توجهات الشباب من جهة أخرى. فإحنا في الجلسة النهاردة بنتكلم عن كيفية دور الإعلام الجديد، إن هو نقدر نوظفه لحماية الهوية المصرية الخاصة، خاصة عند الشباب، وإن الهوية المصرية تحديدا هي لها خصوصية ولها يعني تميز ولها سمات خاصة بها.
وبمناسبة العودة للمدارس أيضا هنشوف مع بعض مشاهدينا افتتاح معرض أهلا مدارس اللي افتتح بالفعل أبوابه للجمهور اعتبار من أمس الأربع بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، هيستمر لغاية يوم 25 سبتمبر الجاري. يأتي ذلك في الوقت اللي أكد فيه دكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الهدف من تنظيم معرض أهلا مدارس هو توفير كل المستلزمات المدرسية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، كمان لتخفيف العبء عليهم من طبعا الأسعار، لأن المعرض ده الأسعار بتكون فيه مخفضة جدا. نشاهد. طبعا نهتم طبعا لما تكون الدوله محتاجه دعم نقف معاها، وطبعا لازم نساهم مع الدوله ونرفع الكهل. طبعا معاناه الاسعار طبعا غاليه، فطبعا احنا بنحاول من خلال المبادرات اللي احنا بنخش فيها والمعارض ان احنا نخفض الاسعار للناس بنسبه 35% ل 30%. طبعا زي ما حضرتك شايف الاسعار عاليه، فاحنا بنحاول نساعد مع الدوله. لما جت المبادره بتاعت وزاره التموين واحنا من قبلها برضه مشتركين في حملة كلنا واحد تبع وزارة الداخلية، فساهمنا في المعرض هنا والحمد لله بنزلين بأسعار كويسة. التخفيض ما بيقلش عن 30%، ما بيقلش عن 30%، ده غير طبعا ان احنا بنوفر كل حاجة، سواء حاجات في متناول المواطن البسيط اللي بنسميها حاجات شعبي او حاجات لوكس تناسب برضه الطبقات العالية. الأسعار بره غالية وكده وما ينفعش، يعني كل واحد على حسب حالته، يعني الاسعار هنا مناسبه جدا وكويس. انا لسه والله بشوف اهو، بس الى حد ما يعني السلسال ب 15 جنيه حاجه كويس للاطفال، حاجه كويس. الاستيكه ب 2 جنيه من هنا وبره طبعا شور، لا في فرق كتير. السلسال بره ب 25 جنيه، السلسال اللي زي ده ب 25 جنيه. انا اول مره اروح معرض، يعني على طول كنت بروح اماكن تانية يعني، بس اول مره اروح معرض. لا لطيف. اه طبعا اي حد ينزل ومش زحمه وفي نظام والناس اللي بيبيعوا الحاجه لطاف وبيتكلموا كويس، مش متعصبين ومتضايقين زي اي مكان تاني بتروحوا معرض بقى، فيعني اي حد بيتكلم. لا لا خالص، بالعكس والله. الاختلاف هنا ما فيش زحام، الجو مكيف، الجو نظيف، الجو راقي، كل حاجه متوفره باسعارها طبعا. انا بالنسبه لي انا كطالبه عاجبني جدا، وكفكره وكاسعار كمان. انا كشاكيل السلك والاقلام الحبر بلاقيها بره اغلى ومش بلاقيها كمان، بس غير في الفجالة بقى والكلام ده. انا كنتش متخيله بصراحه المجهود الفظيع اللي معمول هنا. انا اول مره اجي. نظيف جدا والتكييف حلو جدا ومنظم جدا والاسعار حلوه قوي، فبقول للناس كلها بجد تعالوا اشتروا من هنا، الاسعار بره فرقه بطريقه فظيعه. انا شايفه ان هي حاجه حلوه جدا من الدوله ان هي توفر حاجه زي كده لاولياء الامور، لان الاسعار دلوقتي في المكتبات مرتفعه جدا، وشايفه ان هي حاجه لطيفه يعني. دلوقتي هنتابع مع بعض التقرير ايضا عن فيرنيكس اند هوم. فيرنيكس اند هوم للاساس ومستلزمات المنزل الحقيقه عقدوا مؤتمر، والمؤتمر ده بيحرص على فرش على استعراض طبعا طبعا المنتجات، منتجات فيرنيكس اند هوم، وبيحرص على فرش المنزل باكمله بمفروشات واساس بايدي مصريه بالكامل من غير اللجوء للاستيراد من الخارج، بل والترويج ايضا للمعرض في الخارج نشر وتعزيز الصناعة المصرية في مجال الأساس داخل مصر وخارجها، وذلك بحضور كل الجهات المعنية وكل المختصين ومؤسسين المعرض اللي تم تأسيسه بالفعل من 15 سنة ولسه الحقيقة في تطور مستمر. النهارده هو اللونش بتاع معرض فيرنيكس او الدوره الاولى او الاستعداد لان احنا نلونش معرض فيرنيكس.
أربع دورات، السنة دي عاملين أربع دورات بسعر مخفض جدا عشان الشركات المصرية يبقى أقرب لها وأسهل لها إن هي تقدر تعرض في المعرض. معرض فيرنكس ابتدى من حوالي 15 سنة، والمعرض بتشارك في تنظيمه غرفة صناعة الأساس في اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للأساس، وبالتالي الستيك هولدرز أو الناس اللي هي إيدها في الشغل هي اللي بتساعد في تنظيم المعرض. مهتمين جدا في الدورة دهيت زي دورات سابقة بموضوع التصميم، وموضوع إن الزبون لما يجي يلاقي المعروضات معروضة في شكل هو يقدر مش محتاج يتخيلها هيبقى شكلها عامل إزاي بعد كده. كل الأوض معروضة بطريقة كأنها معروضة في بيت أو معروضة في المكان اللي هو هياخدها فيه. المعرض ذات نفسه هيبقى تجربة شراء ظريفة، المكان كله معمول بطريقة حلوة تبقى الناس مستمتعة وهي بتمشي فيه، ما تحسش ان هي في مهمة صعبة او بتتعب وهي ماشية وهكذا. الدورة دهيت هتبقى دورة استثنائية وخاصة عشان بنحضر بيها لدورة فبراير اللي هيبقى فيها أسبوع التصميم إن شاء الله. دي فكرة جديدة النهاردة، إحنا بنحاول ننمي الصناعة بتاعتنا ونكمل التنمية اللي إحنا عملناها للصناعة بتاعتها بالشق التجاري، وده شق مهم جدا. ولما بتكلم على الشق التجاري بتكلم على السوق المحلي والصادرات. زي ما كلنا شايفين في تنمية عقارية غير مسبوقة في مصر وصلت 9.4 السنة اللي فاتت. في مدن بتتبني مش عمارة ولا اتنين، مش عايزين حاجة تيجي من بره، كل حاجة ان شاء الله. احنا واخدين التحدي انها تتصنع في مصر من اصغر ورشة لاكبر مصنع، وبالتالي عشان كده المؤتمر النهاردة احنا مجمعين كل الجهات المعنية اللي بتساعد الصناعة طول السنة مش مجرد للمعرض، من اول الارض لحد الخدمة الفنية لحد التصاريح لحد التشريعات لحد التسويق. عايزين نعمل فكر مختلف النهاردة ان القطاع كله بيتكلم كلمة واحدة مع بعض، عنده النهاردة مكان بيقدر يعرض فيه يتواصل فيه بشكل صح. بنعلن لأول مرة عن مش دورة واحدة اللي هي نوفمبر الجاي، لا بنعلن عن أربع دورات لمعرض فيرنكس اند هوم، اللي هو المعرض الأساسي الرسمي اللي بيخاطب المصانع المصرية. الهدف من كده يبقى اللي احنا عندنا الأجندة بتاعت المعارض بتاعتنا معروفة من النهاردة لحد آخر دورة ليها اللي هي فبراير 2020، علشان دي نمرة واحد محاولة ان احنا ننظم سوق المعارض في مصر، وكل الشركات العارضة والمصانع العارضة المصرية تبقى عاملة في حسابها في خطتها التسويقية والبيعية والإنتاجية عن أربع معارض جايين، يبقى يعرفوا يخططوا مظبوط. وكمان عشان المعرض ده كمان بيستهدف التصدير وبنجيب بايرز من بلاد كتير في العالم، فلازم المعرض تاني يبقى محطوط على الخريطة الدولية. الهدف من المعرض هو ترويج المنتج المحلي، ترويج الصناعة الوطنية. وبالجانب لده احنا اشتغلنا الفترة اللي فاتت على تطوير المعرض ان هو تفرشي بيتك بالكامل، يعني انت ممكن تخش تلاقي الموبيليا والسجاد والنجف والاكسسوارات وكل اللي بيحتاجه البيت تحت سقف واحد. أنا راجع علشان أموت في أرض مصر وأدفن في بلدي، دي كانت كلمات الأخيرة اللي جاءت على لسان الفنان المصري العالمي جميل راتب للمقربين لي اللي يمكن رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض. رحل جميل راتب هذا الفنان الرائع الذي لن يتكرر عن عمر يناهز 92 سنة. الحقيقة جميل راتب فنان مصري عالمي شارك في العديد من الأفلام العالمية زي لورنس العرب ومع عمر الشريف طبعا، وأفلام كتيرة جدا زي ترابيز بالفرنساوي، شارك باللغة الإنجليزية والفرنسية، عمل أكتر من 67 فيلم غير المسلسلات غير المسرح، اتكرم من عدة جهات زي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنة 2005، اتكرم من مهرجان الأقصر، نقابة المهن التمثيلية، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح،
المعاصر، اهم طبعا اعماله كيف شفيقه ومتولي، الرايه البيضاء، زيزينيا، سنبل بعد المليون، ورحله المليون، ونيس، وغيرها من الافلام. شفيقه ومتولي يعني الحقيقه افلام كتيره جدا. جميل راتب كان بيتمتع بملامح مصريه حاده جدا، خليته اجاد ادوار الشر. وايضا بعد نضوجه الفني وفي السنوات الاخيره اجاد ايضا في نفس الوقت دور الأب. ربنا يرحمه هذا الفنان الذي لن يتكرر أبدا. وداعا جميل راتب. Trois jours plus tard, quand j'ai voulu rentrer... اعذرني يا صالح علشان طلعت المسدس، لكن انا مضطر، لازم ادافع عن نفسي. احنا دلوقتي عايشين في غابة، لا فيها قانون ولا بوليس. نعرف كيفاش نرد بالي عليها، نعلمها، نربيها، نكون زوجها وابوها الثاني. يروح فيها، ما برضو اللي هيشربوا الخلطة هيروحوا فيها. ما حدش بيموت ناقص عمر، خليك مؤمن. That is not an argument. أنا يا منصور كنت بسرح. كلام يا شيخ. مش مصدقني؟ يعني بس فتحي فتحي او او الحاج مش هيخرج من باب الدكان. تقتلنا انا كمان. ما حدش بيخش السجن غير المغفلين. بقول لكم ده ملوش ملة، ملوش ملة، ده 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 ديمقراطي. ديمقراطي؟ ايوه. اقول لكم ايه اكتر من كده؟ يعني عمره ما هيورد على جنة. السكان دول ولادي، انت هتوصيني على ولادي؟ انا حملهم مساكن. وريله المشروع ده شغل بيزنس. بايديول ولا نباتور. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. شايفين قيمة العلام يا بقر؟ الراجل أول ما شافني لقط لون فصي وفهم كله. اهلا بحضراتكم مره اخرى مشاهدين نهايه الاسبوع. وفي هذه الفقره هنتكلم عن دعم وتمويل المشروعات الصغيره. ايه هي اصلا المشروعات الصغيره؟ عباره عن ايه؟ بيتعمل لها دراسه ازاي؟ شروط تقدم الشباب لهذه المشروعات. الحقيقه الدكتوره غاده والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس امناء اداره المؤسسه القوميه لتنميه الاسره والمجتمع اعلنت ان اجمالي القروض اللي تقدمت من خلال برنامج دعم وتمويل المشروعات المتناهيه الصغر التابع للمؤسسه في الفتره من 14 يوليو 2014 لحد ابريل 2018 حوالي 81 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لعدد اكثر من 22 ألف مستفيد لغاية نهاية مارس 2018. احنا هنعرف
تفاصيل المجهودات دي وتفاصيل ايضا هذه المشروعات، خصوصا ان احنا في تجربة اقتصادية مختلفة جدا، تجربة بتعتمد على كل انواع المشروعات، واهتمام مؤخرا بالمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، طبعا في اطار حرص الدولة على تشغيل الشباب والتفكير خارج الصندوق، وكمان علشان نتعرف مع بعض على هذه الثقافة المختلفة، خصوصا ان في دول كثيرة جدا قام اقتصادها بالكامل على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. تعالوا ونرحب بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، الاستاذ محمد حسن رشوان، مستشار المشروعات الصغيرة بالمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن. اهلا بك يا استاذ. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. عايزين نعرف الأول يعني أنشطة أو الأنشطة الخاصة بالمؤسسة إيه، عبارة عن إيه بالضبط، وبتقدم إيه وبتساعد الشباب إزاي؟ هو خلينا في البداية نشكر حضراتكم على هذه الاستضافة. شكرا. ونرحب بالسادة المشاهدين. الحقيقة إنه المؤسسة لديها محورين مهمين جدا بتشتغل عليهم. المحور الأول هو محور الرعاية، والمحور الثاني هو محور التنمية. محور الرعاية بيعني بالاهتمام والعناية والرعاية الكاملة بفئة مهمة جدا في المجتمع المصري، وهي فئة المعاقين ذهنيا. الحقيقة المؤسسة بتضم في جانباتها الإعاقة الذهنية فقط يا فندم، ولا الإعاقة الذهنية فقط يا فندم؟ مش أنواع ثانية متخصصين في الإعاقة الذهنية. ده في الشق المتعلق بالرعاية. احنا بينضم الينا 7 مؤسسات موجودة داخل القاهرة والجيزة، فيها حوالي اكتر من 500 ابن وابنة بيقيموا اقامة دائمة وكاملة، يعني الاقامة والاعاشة والرعاية الصحية وكافة الخدمات وتقدم ليهم عن طريق هذه المؤسسات. واحنا حقيقة في سبيلنا الى تطوير كتير من المؤسسات دي بحيث انها تتوافق مع المعايير العالمية في تقديم هذه الخدمات لهذه الفئة المهمة جدا، واللي احنا لازم نبقى موجودين جنبها ونساعد معها. ده يعني محور الرعاية ده فقط الخاص بالمعاقين ذهنيا فقط طبعا. طيب سؤالي هنا فندم، انواع الرعاية اللي بتقدموها لهم ايه؟ يعني هل بتساعدوهم على ان هم يندمجوا في المجتمع، ولا بتقدموا لهم فقط خدمات صحية؟ الخدمات التعليمية او التثقيفية اللي بتتقدمها لهم ازاي؟ و يعني هل وفقا لنوع يعني كم في المية ممكن مثلا الإعاقة الذهنية تكون 30، ممكن تبقى 20، ممكن تبقى 70، على حسب ايه بالضبط؟ هو طبعا بيبقى فيه تصنيف الحقيقة للإعاقة نفسها. انت عارف حضرتك ان بيبقى في فرق بين العمر الحقيقي والعمر العقلي لهذه الفئه. يعني ممكن يبقى عنده 40 سنه، عنده 30 سنه، 18 سنه، لكن العمر العقلي يمكن لا يتجاوز 6-7 سنوات. مزبوط. وبالتالي في تعامل من الاخصائيين والاستشاريين اللي موجودين عندنا والخبراء مع كل فئه على حده. بيحصل طبعا عمليه تصنيف بحيث ان يبقى القدرات العقليه المتشابهه والمتقاربه موجوده في مجموعات مع بعضها، وتقدم لهم الخدمات اللي بتناسب هذه الفئه من الناحيه العقليه. تمام. من القدرات المتوقعه عندهم من بعد الاعاقه. احنا بنقدم لهم كافه الخدمات زي ما قلت سيادتك. هم اولا هم من اسر قد تكون يعني محدوده الدخل، مش قادرين ينفقوا عليها. احنا بنقوم بكافه كل النفقات. احنا عندنا اقامه كامله، عندنا اعاشه كامله، عندنا رعايه صحيه كامله. في مبالغ بتدفع يا فندم من الاسر؟ في الغالب واكثر من 90% ما فيش مبالغ بتدفع، الا اذا كان في 10% بعض المساهمات البسيطه اللي هي ما بتغطيش حتى تكلفه الابن. الابن بيتكلف علينا في الشهر حوالي يمكن اكثر من 4,000-5,000 جنيه. وحجم العماله اللي احنا بنحتاجه للتعامل مع هذه الفئه كبير جدا. عندنا عند يمكن من 700 ل 800 شخص، بيخدموا ال 500 شخص او ال 550 شخص، لانه في بعض الاحيان مش اي حد يتعامل مع الفئه دي. طبعا لازم يكون مدرب، يكون مؤهل، بنختار اختيار جيد وبتعمل له دورات تدريبيه بحيث ان هو يتعامل مع هذه الفئه ويبقى عارف متطلباتها، عارف خصائصها، التعامل بتاعها بيكون يعني في بحرفيه عاليه جدا بحيث ان احنا نحافظ عليهم. احنا كمان بنحاول ان احنا ندمجهم زي ما سيادتك قلتي، وبنحاول ان احنا نقدم لهم مجموعه من التدريبات حتى التدريبات المهنيه. الاولاد دول بنديهم مجموعه من المهن بيتدربوا عليها وبينتجوا داخل هذه المؤسسات،
بيشتغلوا في الفخار، بيشتغلوا في البامبو، بيشتغلوا في الملابس، في الاكسسوار الحريمي، اللي هي المهن اللي بتتناسب معاهم وما تبقاش خطيره عليهم، ويعني ما تبقاش لان التساؤل هنا ان بعد لما الاولاد دول او يعني الناس بتخرج من دور الرعايه بيروحوا فين؟ يعني خروجهم من غير رعايه يعني او متابعه، خليني اقول هم اخذوا مثلا فتره رعايه معينه واكيد بعد كده هيخرجوا في وقت ما، يعني عدم المتابعه بيعمل لهم انتكاسه وممكن يأذوا نفسهم، ممكن يأذوا اللي حواليهم، بتبقى مشكله كبيره جدا، لان الرعايه برضو داخل المؤسسه بتبقى مختلفه عن الرعايه في الخارج. في نوع من المتابعه كده يا فندم؟ هو خلينا نقول ان المجموعه اللي موجوده عندنا دي مقيمه عندنا فوريفر، يعني على طول. هو المفترض ان هو من 8 سنين ل 18 سنه، لكن هو بعد 18 سنه هيروح فين بالظبط؟ وكمان اذا كان اهله ما كانوش قادرين يعني يستوعبوه في سن صغير، فما بالك لما بيكبر طبعا يستوعبوه. فهو موجود، يعني موجود الى نهايه العمر موجود معانا، فما بيخرجش من عندنا وبيظل موجود معانا الا اذا اهله طلبوا مثلا. يا والله اذا طلبوا كانوا قادرين على الرعايه يعني بنستوثق من هذا من خلال المقابلات الشخصيه مع اهله، وبنشوف المكان بتاعه اللي هيبقى موجود فيه، ويعني اذا حصل ده اهلا وسهلا ما فيش مشكله. طيب نتكلم بقى على المحور الثاني وهو محور التنمية. احنا يعني يمكن اتكلمنا في بدايه الفقره عن المؤسسه القوميه لتنميه الاسره والمجتمع. التنميه بقى يا فندم، محور التنميه بتشتغلوا عليه ازاي؟ هو محور التنميه احنا بنهتم بالمشروعات متناهيه الصغر. وده مجال تخصصنا فيه، بنقدم لهم مجموعه من الخدمات. الخدمات دي بتشمل التمويل المالي والتدريب وتسويق المنتجات. طيب التمويل المالي لحد قد ايه فندم؟ التمويل المالي انت عارف هو عندنا القانون 141 لسنه 2014 بيقول ان المشروع متناهي الصغر بيبدا من 1000 جنيه او لحد 100000 جنيه. في مشروع ممكن يتعمل ب 1000 جنيه؟ طبعا. زي ايه بقى؟ لا في مش يعني اللي بيعملوا اكسسوارات حريمي ده بيحتاج شويه خرز وشويه سلك وشويه وقصافه وبنسه وكده، كل مجمل المشروع ده لا يتجاوز 1000 جنيه، 1500 جنيه، 2000 جنيه. تمام. احنا كمان عندنا يعني عندنا تنوع في المشروعات بتاعتنا، كل واحد عايز يعمل يبقى عنده فرصه عمل من خلال اي مشروع، واحنا مصنفينهم بالطبع مشروع حرفي، مشروع صناعي، مشروع زراعي نباتي، مشروع زراعي حيواني، او الخدمات. كل دي مشروعات. اذا كان عنده الخدمات اللي هي بتبقى ايه فن؟ كل انواع الخدمات، يعني كل اعمال الصيانه اللي بتتم للاجهزه المنزليه والموبايل والاصلاح والكهرباء والسباكه، دي كلها خدمات. يعني ناس بتبقى بتدربوهم بس لازم يكونوا طبعا تعليمهم فني. لا هو مش شرط حضرتك، مش شرط. هو احنا يعني لو اتكلمنا عن الشروط اللي احنا محتاجينها في الشخص اللي يعني يتقدم للحصول على التمويل، انه اولا يبقى مصري الجنسيه 21 سنه، انه بيجيد المهنه مش يعني من اول 21 سنه، 21 سنه لحد لا لحد انا دي مفتوحه اوبن. تمام. يعني احنا طبعا بيبقى عنده فكره واضحه عن مشروعه، قادر على الانتاج، قادر على تسويق منتجاته، بالرغم ان احنا بنساعد في التسويق لكن احنا ما بنقدمش كل التسويق للمنتج، لكن هو لازم يساعد معانا في عمليه التسويق. طب حضراتكم بتقوموا بهذه الدراسه ازاي؟ يعني ازاي بتقدروا تحددوا اذا كان هذا المتقدم قادر بالفعل على التسويق ولا لا؟ لان هو ممكن يكون قادر على الانتاج ويجي على نقطه التسويق اللي هي اصعب نقطه في المشروع ويتوقف عندها، ازاي بتقدروا تحددوا؟ احنا حضرتك بنعمل بحثين. بحث اجتماعي بتقوم به وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الوحدات الاجتماعية، ده بنتعرف فيه على مكونات الأسرة والدخل بتاعها ويمكن التاريخ العملي من خلال انت بتشتغل ايه، مهنتك ايه، عنده فكرة يعني عن النوع ده من الشغل، ده جزء يتعلق يتعلق بالنواحي الاجتماعية بتاعته، سكنه، مكانه، المكان اللي هيبقى فيه المشروع. في عندنا بحث تاني اللي احنا بنسميه بحث المشروع او دراسة الجدوى الاقتصادية، بس احنا لانه مشروع بسيط وصغير فمنقولش دراسة جدوى اقتصادية، بنقول دراسة مشروع. ايه هي مكونات المشروع، دورة رأس المال، المكان اللي هيقدر يسوق فيه، من خلال الاخصائي اللي موجود بيقدر يتكلم معاه، بيستخلص منه الخبرات اللي موجوده عنده وبيقدر يقيسها وبيقدر يقول ان هذا الشخص فعلا ملائم لهذا المشروع. طب هو ممكن يشتغل. يبقى الشاب عنده مثلا مشروع معين والمندوب بتاع حضراتكم او الاخصائي اللي مبعوث من حضراتكم يقول له لا دي مناسبه ليك اكتر مثلا؟
علشان تقدر تحصل على التمويل ولا؟ لا هو اساسا هو لابد ان يجي لنا بفكره واضحه. يعني هو مش يجي يسال انتوا عندكم ايه، يعني هو لازم يجي بفكرته بفكره واضحه. تمام. مش سوبر ماركت يعني. هو لازم يجي بفكره واضحه. لا انا قصدي ان هو ممكن يكون مثلا يقول انا عايز افتح مشروع كذا، وهو حواليه في مشروعات مشابهه، فممكن تقترحوا عليه له لا يعني المفروض تعمل حاجه مختلفه شويه علشان تقدر تسوق او تقدر تبيع. سيادتك ده ممكن يحصل مثلا واحد عايز يشتغل في الملابس. فيجي يقول لي انا هشتغل في الامصان الرجالي. فانا خد بالك ان في مشروعات كتيره جدا اتقدمت للامصان الرجالي، لكن البنطلون جينز مثلا الناس محتاجاه دلوقتي. أيوة، هو بسعر منافس في داخل المهنه نفسه، لكن بنوجهه الى منتج تاني، بس هو اساسا هو جاي يشتغل في ملابس الجهاز، فبنوجهه لمكان تاني. هو جاي ينتج سجاد وكليم، فنقول له والله خد بالك ان الكليم الجديد دلوقتي لازم يبقى ملون، ولازم يبقى فيه كذا وكذا وكذا، مش الكليم القديم اللي كنا متعودين عليه. لو اشتغلت بالطريقه القديمه مش هتقدر تسوق منتج. احنا بنديله نصايح الحقيقه وارشادات علشان لما ينتج يقدر يسوق منتجه. طيب احنا كده اتكلمنا عن يعني طريقه تقديم المشروعات او النقاش اللي بيتم ما بين المتقدم وما بين حضراتكم. الانواع بقى، يعني انواع المشروعات، حضرتك دلوقتي بتقولي في مشغولات يدويه، في انتاج زراعي، في انتاج زراعي حيواني، في كذا حاجه. كل نوع من انواع المشروعات دي ليها مثلا مبلغ معين في التمويل ولا بتبقى وفقا؟ لا، هو الحقيقه احنا مصنفين المشروعات صحيح، لكن مش راصدين لكل نوعيه منها مبلغ محدد. احنا بنشتغل بنظام الاولويه. احنا اولا ما بنشتغلش مباشره مع العميل او مع المستفيد النهائي كمؤسسه قوميه. احنا هنا شركاء للتنميه. شركاء التنميه دول هي الجمعيات والمؤسسات الاهليه اللي موجوده في جميع المحافظات في جمهوريه مصر العربيه. يعني مواطن ما بيجيلكوش مباشره؟ لا ما يجيش. احنا مؤسسه مركزيه موجوده في القاهره. واحد في أسوان، واحد في الأقصر، واحد في شلاتين وحلايب، عايز يتقدم بيتوجه إلى الجمعية الشريكة معنا. إحنا عندنا شركاء التنمية حوالي 285 جمعية على مستوى الجمهورية. فهو بيتوجه إلى الجمعية. طب هو يعرف الجمعية دي منين؟ هو أساسا يتوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. إحنا عندنا 2500 وحدة منتشرة على مستوى مصر كلها في جميع الأحياء وفي جميع القرى. بيتوجه للوحدة الاجتماعية بيسأل عن الجمعية اللي بتقدم تمويل ممول من المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع. كل الوحدات عندها علم بهذه الجمعيات، فبتوجهه للجمعية الأقرب إلى سكنه عشان يبقى فيه سهولة في التعامل، سواء كان في سداد الأقساط أو في الأبحاث اللي هتتم عليه أو في متابعة المشروع بعد تنفيذه. طيب هنا يا فندم برضو بيأتي سؤال موضوع السداد. نعم. يعني بما أن حضرتك فتحت الموضوع ده، هما بيسددوا ازاي؟ يعني المستفيد من المشروع بيسدد ازاي؟ ممكن يسدد على قد ايه؟ وعايز اعرف بقى تفاصيل السداد دي، هو بيروح فين ويسدد ازاي؟ هل في فايده؟ الفايده كبيره صغيره؟ لو تعثر مثلا لا قدر الله يحصل ايه؟ هو بعد المواطن ما يستعلم عن الجمعيه اللي هتبقى ممول ليه من خلال الوحده الاجتماعيه، بيتوجه الى الجمعيه، بيقدم طلبه. الطلب فيه بيبقى ثلاث حاجات مهمه قوي بالنسبه لنا. أول حاجة المبلغ اللي هو عايزه، تاني حاجة نوع المشروع اللي هو هيشتغل فيه، تالت حاجة طريقة السداد المناسبة ليه. تعرف حضرتك إن في دورة رأس المال. أنتوا عارضين كذا طريقة للسداد يعني؟ الجمعيات طبعًا بتعرض كذا طريقة للسداد. إزاي بقى؟ في بعض المشروعات بتبقى السداد بتاعها ممكن يبقى كل شهر، لكن في مشروعات تانية زي مثلًا واحد هيعمل منحل أو واحد هيقوم بتسمين العجول. ده مواسم، هو بيشتغل مرتين ثلاثة في السنة، فما تقدريش تاخد منه قسط كل شهر، إلا إذا كان القسط بسيط جدا وهو عنده دخل تاني يقدر يوفيه. لكن إذا ما كانش عنده هذا الدخل واعتماده كان على هذا المشروع، فإحنا مضطرين إن إحنا نشتغل بنظام الدفعات التي تتناسب مع دورة رأس المال. طيب الفوائد قد إيه فن؟ هو خلينا نقول إن الفوائد دي هي مصروفات إدارية. إحنا كمؤسسة قومية لا نسعى إلى الربح. ده مهمتنا. الفوائد هي مصروفات اداريه؟ هي مصروفات اداريه. يعني ايه المصروف الاداري؟ اصل في فرق من الفايده كفايده كده بنتكلم عليها، ان يبقى فيها نوع من الربحيه. يعني الفايده اساسا بتغطي ثلاث حاجات. اول حاجه تكلفه القرض نفسه اللي هي مصاريف الناس والنفقات والاخصائيين اللي بيشتغلوا. ثاني حاجه الريسك او المخاطره، لانه في تعثرات بتحصل يمكن من 2 ل 3% او
احنا طبعا الحمد لله عندنا بتوصل لواحد في المية او اقل. مفيش حد بيتعثر تقريبا. لا يعني لازم في حد يتعثر. شوفي حضرتك من ضمن القواعد المهمة جدا في التمويل الاصغر او التمويل متناهي الصغر انه لا يوجد قروض بلا مخاطر. مفيش قروض بلا مخاطر. ما دام في قرض يبقى في خطر. لكن هذا الخطر انت بتتحسب ليه بعدة اجراءات. الاجراء الاول هي الدراسة الصحيحة والسليمة للمشروع. اتنين اقامة المشروع نفسه. لان انت لو اديت واحد فلوس على اساس ان هو يعمل مشروع وما عملش المشروع وراح عمل بيها اي غلط تاني، بنى بيته، جوز بنته، عمل اي حاجه بالزبط. فاصبح ما عندوش عائد يقدر يسدد منه المشروع. فاكبر ضمان للمشروع. بس حضراتكم ما بتضمنوش ان هو ياخد المشروع ياخد الفلوس عشان يعني ما انتوا كده كده بتدوا التمويل الفلوس. لا احنا عندنا اليه تانية خالص للتمويل وهي ان احنا بنقدم مشروع ومش فلوس. احنا ما بنديش فلوس في الناس اللي والجمعيات ما بتديش فلوس. جمعيات شريكه مع المواطن في ان هي بتنفذ له المشروع. مثلا المعدات، عايز مكان خياطه، عايز يشتري كذا خليه نحل، عايز يشتري نول سجاد، عايز يشتري خامات. فهو في الغالب الاعم هو بيبقى مشروع، بنقدم له مشروع علشان نضمن ان هو اخذ التمويل. عشان كده احنا بنسميه تمويل مش قرض، ده تمويل لانه ذاهب الى مشروع. طب هو بيسدد بقى على حسب ايه؟ ما حضرتك بيسدد على حسب الاتفاق بينه وبين الجمعيه او بينه وبين المؤسسه اللي هي اقرضته او ادت له تمويل. تمام. غالبا في الغالب الاعم بيبقى سداد شهري. المصروفات الاداريه احنا عاملين سقف لا تتجاوزه كل المؤسسات، ممكن تنزل تقل عنه، اللي هو الحد الاقصى 14% في السنه، لكن ممكن تنزل. يعني في بعض المؤسسات وبعض الجمعيات بتنزل عن هذا الحد، احنا سامحين لهم بالنزول لكن مش سامحين ليهم ان هم ياخدوا باكتر من هذه النسبه. طيب هنا يا فندم برضو في ناس كانت بتسال على هل يعني المشروع ده فردي ولا ممكن يشترك فيه مجموعه ويحصلوا على معدات اكتر او يحصلوا على تمويل اكبر ويشتغلوا مع بعض ويسددوا مع بعض. انا اشكر سيادتك على السؤال ده. احنا عندنا مشروعات اما بنصنفها مشروع جديد او مشروع قائم، ده من حيث التصنيف الاول. مشروع جديد يعني واحد لسه ما اتعملش وعنده عمل الدراسه وبدا يشتغل عليها، فاحنا بنمول ده. او مشروع قائم بالفعل وهو عايز يتوسع في المشروع. المشروع اما انه يبقى مشروع فردي يعني واحد بس بيقوم بيه، او مجموعه من الشباب او مجموعه من السيدات او مجموعه من المواطنين، يعني في حدود 3 أو 4 أو 5 على حد الاقصى. إذا كان المشروع فردي احنا الحد الأقصى ليه 20,000 جنيه. ماشي ده لو شخص واحد. لو كان شخص واحد. طب لو انما لو كان في حدود 3-4 أشخاص، خمس أشخاص، احنا ممكن نوصل بحجم التمويل إلى حوالي 50,000 جنيه. على أساس إنه يبدأ مشروع. لو هم خمسة ممكن يبقوا 50,000. 50,000 جنيه وهم بيبقوا ضامنين متضامنين، يعني كل واحد بيبقى ضامن 50,000 مش جزء من المبلغ. فهم كده دايره مع بعضهم ضامنين متضامنين. احنا اولا عندنا سهوله في الضمانات، احنا ما عندناش ضمانات عينيه، يعني ما نقولوش هات بيت او هات شيء معين ان احنا انت تضمن بيه، نعمل لك رهن حيازي او نعمل لك اي اجراء من الاجراءات المعروفه بالنسبه للضمانات العينيه. الضمانات كلها شخصيه، بيبدأ على ورق بيلتزم فيه الحقيقه بالسداد، وده بيبقى ميسر جدا بالنسبه لكافه المواطنين الحقيقه. طيب في ناس بقى برضو فندم بتقول ايه، اول ما بنسمع الموضوع ده بنتكلم عن ان يعني العدد، هل في عدد معين مسموح به مثلا للتقاعد؟ يقول لك يعني عدد معين من المواطنين، هو اي حد بيروح واي حد بيتقدم. الفكره دي يا فندم لسه موجوده عند الناس لغايه دلوقتي، خصوصا اللي بيبقى عندهم يعني مشروعات صغيره جدا ومحتاجين ان هم يكبروها بالفعل. يعني هو بيبقى عنده مشروع بس يقول لك لا هم ما بياخدوش اي حد. احنا بنصلح الفكر ده ازاي؟ لا هو من ناحيه العدد احنا مش عاملين ارقام او اعداد، لكن كل جمعيه اصلا او كل مؤسسه بتتقدم لينا باوراقها، احنا بنطلب منهم مجموعه من الطلبات. من اهم الطلبات بنقول لهم هات لي قائمه الانتظار الويتنج ليست، انت عندك كم واحد وكل واحد من دول هياخد كم مبلغ قد ايه حسب المشروع بتاعه. فبيقول والله انا عندي 20 واحد هياكل في 10,000 فانا محتاج 200,000. فهو بياخد على قد الويتنج ليست او على قد قائمه الانتظار اللي هو بيقدمها. اما نوعيه الاختيار، ما هو في ناس بتترفض وفي ناس بتقبل. يعني في حد بيجي لك عايز يعمل مشروع معين وليس لديه اي فكره عن مشروعه، هو بس بيقلد ناس تانية،
فاهلا وسهلا بانه واحد بيحلم، واحنا محتاجين الناس اللي هي بتبص قدام، بس احنا بنوجهه ونقول له مش مناسبه لامكانياته مثلا ولا لا. هو مثلا واحد يجي يقول لك انا عايز افتح مصنع ملابس جاهزه صغير. طب انت عمرك قعدت على مكنه؟ لا. طب تعرف نوعيه المكن؟ لا. تعرف ايه التشطيب بيتم ازاي؟ تعرف الخامات بتيجي منين؟ ما عندوش اي فكره عن اي حاجه. فده محتاج في الاول احنا حتى يمكن نصيحه لكل الشباب اللي هم بيتقدموا للحصول على تمويل او على قروض سواء من عندنا او من اي جهه تانية، بنقول له لو سمحت انزل السوق الاول، اشتغل في المهنه اللي انت حابب ان انت تبدا فيها مشروعك، اشتغل سنه اشتغل سنتين تتعرف طبعا، علشان احنا بنقول له ما تجربش في نفسك، يعني ابدا الاول خد الخبره اللي انت محتاجها لمشروعك من مشروعات تانية، واشتغل بايدك واعرف كيفيه اداره المشروع، كيفيه الحصول على على الخامات، المعدات بتيجي منين، المعده لما بتتعطل مين اللي بيصلحها او بتصلح ازاي، فيبقى عنده فكره كامله عن السوق وفكره كامله عن المشروع بتاعه، يبقى لما يبدا مشروعه ما يحصلوش اي انتكاسه او يتعثر يعني. طيب يا فندم، بالنسبه للناس بقى اللي عايزه تكبر المشروع، حضرتك قلت لي ان في حاجه اسمها مشروع قائم. قائم يعني بالفعل بيبقى المشروع موجود واحنا عايزين نوسع فيه او نكبر. صحيح. المشروع ده اي مشروع، يعني اي حد عنده مشروع قائم وعايز يكبره، يعني مثلا في ناس تبقى عندها محل والمحل معقول ماشي كويس، هل ده من حقه ان هو يحصل على تمويل ولا في حد بيبقى ليه اولويه قبليه؟ لا، هي موضوع الاولويه عندنا بتاريخ التقديم. كويس. مش بنوع المشروع؟ لا، مش بنوع المشروع يعني، ولا بحالة المشروع؟ لا، ما هو حالة المشروع ده بيحكم عليه انا هموله بقد ايه، وهموله من الاصل ولا لا. يعني انت عارف حضرتك. طب انا ممكن ما مولش المشروع ليه؟ لعدة اسباب، ان المشروع جاي اصلا يبقى غير مطابق لاهدافنا. يعني في بعض المشروعات الملوثة للبيئة انا ما اقدرش، زي مشروعات بلاستيك ومشروعات الصباغه اللي بتصرف داخل المصارف العاديه، او يعني مشروعات ما هي يعني ما هياش متطابقه معانا. احنا عندنا طبعا بنتكلم في كل الخدمات، لكن لما تيجي حضرتك تقولي لي مثلا تمويل مشروع توك توك، لا احنا ما نمولش مشروع زي كده. احنا بنمول مشروعات الحقيقه يا اما بتادي انتاج، لازم يكون بينتج، بينتج او بيقدم خدمه. ما هو اللي عندنا الانتاج اما ان يكون سلعه او خدمه، فاما انه بيطلع سلعه او بيقدم خدمه. يعني انا عندي يمكن بضرب مثلا بقول حتى الكوافير ده بيقدم خدمه. فلو واحده عايزه تعمل محل صغير كوافير اهلا وسهلا، واحد عايز يفتح حلاق صغير اهلا وسهلا، ده مش مختلفين عليه. واحد عايز يفتح محل صغير لصيانه المعدات او صيانه الموبايلات، ده خدمه بيقدمها، ده برضو احنا موافقين عليه. طب في فندم بعض السيدات بيبقوا عايزين يشتركوا مع بعض، مثلا بيعملوا منتجات معينه، سواء منتجات يعني طبيعيه او اكل وشرب وحلويات وكلام من ده، بيبقوا محتاجين مكان يبيعوا يعني المنتجات بتاعتهم، هل ده نوع بالنسبه لكم من انواع المشاريع؟ يعني ممكن حد يقدم، في بنات كتير بتعمل ده. صحيح. وبتقف تبيع في الشارع. فهل ممكن تقدروا توفروا لهم مكان؟ انا اوفر لهم تمويل، اوفر تمويل مش مكان، لكن مش مكان. حتى دي من نوعيه المشروعات الغذائيه بالذات. احنا حتى احنا عندنا معارض دائمه، يعني الجزء بقى بتاع التسويق احنا عندنا معارض بتاعتنا بتاعت المؤسسه القوميه اللي بتملكها المؤسسه، وبنشارك في جميع المعارض اللي بتقيمها الدوله سواء كان في الداخل او في الخارج. لكن احنا بنسوق المنتجات القابله للتسويق من وجهه نظرنا، المنتجات الغذائيه الحقيقه لا احنا يعني ما بنقدرش ندخل في تسويقها، لكن بنمولها وهو بيقوم بعمليه التسويق، لانه دي ليها مده صلاحيه. سيادتك طب وانتم بتمولوها ازاي؟ بتجيبوا لهم الحاجات اللي بيعملوها؟ بيشتروا دقيق، بيشتروا فرن علشان يسوي فيه، بيشتروا المعدات والصاجات، وبيشتروا حاجات كتير، بيشتروا خلاطات وعجانات، فده كله احنا بنموله ما فيش مشكله. لكن لانه له فتره صلاحيه، يمكن الاغذيه في حدود 3 4 ايام، فانت النهارده لما يبقى حتى في محافظه ويبقى كمان بيحتاج الى تجهيزات معينه عشان يحافظ عليه، يحتاج الى صلاحيه، ثلاجه بقى ومحتاج ثلاجات وحاجات زي كده. فاحنا ما بنقدرش نسوق الموضوع ده، لكن بنترك مهمه التسويق في المنتجات الغذائيه كلها مع لصاحب المشروع. بالظبط كده. بالنسبه بقى احنا اتكلمنا يمكن على المحافظات و
محافظات مصر كل محافظة فيهم مشهورة بمشغولاتها اليدوية أو أنواع المفروشات أو كده. الحاجات دي ما بيبقاش ليها فترة صلاحية. صحيح. طيب إحنا بنساعد فيها إزاي يا فندم؟ يعني عشان كمان على الأقل المهن دي ما تندثرش، يعني دي حاجة من الحاجات برضو اللي بتميزنا أو بتعزز هويتنا يعني. صحيح. حضرتك اتكلمتي عن جزئيتين، جزء إنه إزاي نسوق المنتجات دي، والجزء التجمعات الحرفية. التجمعات الحرفية احنا في مصر عندنا الحقيقة في تجمعات بطبيعتها موجودة، يعني تبص تلاقي في أشمون موجود السجاد الحرير، تبص تلاقي في الأقصر موجود شغل الألبستر، في فوة موجود شغل الكليم، في أخميم موجود شغل النسيج اليدوي والمفروشات اليدوية، في فيوم موجود فيه الخوص وموجود فيه الخزف. دي تجمعات موجودة بطبيعتها. احنا دلوقتي داخلين في مفهوم جديد وهو مفهوم قرية واحدة منتج واحد، فاحنا بندعم مجموعه مش بندعم واحد بقى فرد، مجموعه بشرط ان يكون المجموعه دي عشان تدخل معانا بمفهوم قريه واحده منتج واحد انها بتشتغل في منتج واحد فقط لا غير. فمجموعه الناس ممكن يبقوا 50 ممكن يبقوا 100، يعني مشروع كبير او تجمع، هو بيبقى كانه مشروع كلاستر، يعني تجمع كبير لحرفه واحده زي اللي في الصين مثلا، زي بالظبط زي اللي في الصين، زي اللي في الهند، زي اللي في ماليزيا. احنا بنتبع ده، احنا زرنا الدول دي كلها على فكرة، وبننقل خبرات منها. وعندي الشباب اللي موجودين حتى في مشروع دعم المشروعات اللي موجودة عندنا في المؤسسة القومية، بنسفرهم للخارج، بنسفرهم بنجلاديش على سبيل المثال. الفكرة حضرتك بتقولها دي يعني يمكن موجودة بشدة في الصين وفي تايلاند تحديدا كمان، لأن مثلا بيبقى فيه وهم بيشتغلوا في الملابس بيبقى فيه مثلا هي مجموعة كبيرة وموجودة كلها في مكان واحد، فيبقى مجموعة دي مثلا هنا بتخلص في جزء معين ودي بتخلص كذا ودي بتخلص كذا، وبيدوا للعميل يوم واحد 24 ساعة من كذا لكذا، تيجي تستلم مثلا الجاكيت، تيجي تستلم كذا، تيجي تستلم كذا، فبتبقى الموضوع فيه سرعة شديدة، أيضا بيبقى فيه تنظيم. صحيح. هم بيشتغلوا بنظام تقسيم العمل، وتقسيم العمل ده مهم جدا. أيوة. لانه بالزبط. العمليات يعني هو ده اللي انا اقصده. علشان السرعه والدقه. دي الحاجه اللي يمكن شويه يعني احنا عندنا كل حاجه شويه بنفتقد حكايه السرعه والدقه. هو تقسيم العمل كفكره مهم جدا، لانه مش من المفترض ان صاحب المشروع او المنتج ان يبدا يعني من الف لليهم. أيوة. في المنتج. تمام. لكن احنا بنقول احنا كل منتج، اي منتج موجود يدوي او غير يدوي او صناعي، بيبقى له مراحل تصنيع. فاحنا بنقول طيب وجهوا نفسكم بحيث ان يبقى مجموعه متخصصه، يعني مثلا في النسيج، النسيج اليدوي اللي موجود في اخميم، نقول والله في مجموعه متخصصه في عمليه اسمها اللقي، لقي ان تعمل الخيط جوه الدرق اللي هو بيشتغل على النول، المجموعه الثانيه بتشتغل على النول، مجموعه ثانيه بتعمل الخيوط، مجموعه ثانيه بتجمع هذه الاقمشه وبتكويها او بتعمل لها السلفله بتاعتها. وبالتالي تقسيم العمل بيؤدي الى حاجتين اثنين، بيؤدي الى سرعه الانتاج وكثافه الانتاج، ثاني حاجه بيؤدي الى الاتقان، لانه الانسان لما بيعمل عمليه واحده فقط لا غير بيتقنها جدا، وتبقى عمليه ميكانيكيه بالنسبه له. فاقدر اخرج بقى بالمنتجات دي بره. احنا اوريدي منتجاتنا بتطلع بره، مش هنقدر، ده احنا خرجنا بره وبقالنا اكتر من 20 سنه كمؤسسه قوميه منتجات المشروعات متناهيه الصغر اللي احنا بنمولها بتسافر دول العالم كلها. وهي يا فندم هنا بتتباع، لما تيجي تتباع بتتباع لي باسعار غاليه؟ لا مش باسعار غاليه. النهارده لما تيجي تقارن يعني على سبيل المثال الكليم، كويس، وهو من الصوف الطبيعي ومن القطن الطبيعي، هتلاقي سعره اقل حتى من السجاد الصناعي. وده منتج طبيعي معمول يدوي، اولا في قيمه من حيث انه هاند ميد، ثاني حاجه متين جدا، ثالث حاجه صحي، وبالتالي هتلاقي اسعاره نفس اسعار او اقل من المنتج الصناعي. فما عادش يعني ما بقاش النهارده المنتج إيه؟ لكن خلينا نقول ان في بعض المنتجات اليدويه ذات الحرفيه العاليه جدا، زي منتجات السيرما ومنتجات الاوبيسون ومنتجات دي ليها ناس كلاس معين بيحبوها، فبتبقى غاليه شويه. بتبقى غاليه لانها بتاخد وقت طويل، الطقم بياخد 6 شهور مثلا. السجاده على سبيل المثال اليدوي، السجاده الحرير او السجاده الصوف، المتر ممكن ياخد حوالي شهر. تمام. فانت عشان تعملي 6 متر تقعد 6 شهور. فطبعا بيبقى فيه لكن هي لها قيمه الحقيقه. لا انا بسال اجيب عن يعني التساؤلات اللي بتدور في اذهان المواطنين. ساعات يقول لك ما الحاجه دي، طب دي مصري غاليه ليه؟ ما هي معموله يدوي. صحيح. لازم تكون غاليه يعني. صحيح. هو ده السؤال. طيب النصيحه اللي حضرتك تحب توجهها خصوصا في اطار التدريب، لان الشباب بقى يعني
كانوا برضو يسألوا على التدريب والكلام ده، حضرتك تحب توجه لهم نصيحة ايه؟ هو يمكن تأذني لي سيادتك قبل ما نقول نصيحة للشباب بخصوص التدريب، احنا عندنا يمكن نداء للجمعيات والمؤسسات الأهلية اللي هي مؤهلة انها تبقى شريكة لينا، انها تتقدم للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بحيث انها تبقى عضو فعال وشريك لينا في المحافظة اللي هو موجود فيها، خاصة في المحافظات النائية. احنا الحقيقة عنينا مش على المدن، المدن اصبحت ليها موارد كتيرة في عمليات التمويل، لكن احنا بنتكلم عن القرى، بنتكلم عن النجوع، بنتكلم عن المناطق البعيدة جدا اللي قد تكون محرومة في بعض الأحيان من مصادر التمويل. فاحنا بنطلب من الجمعيات المؤهلة، جمعيات ذات الخبرة، انها تتقدم إلينا، تواصل معنا. طبعا عنواننا معروف، مكاننا معروف، ويعني وسائل التواصل موجودة على البيج بتاعتنا، يقدر يدخل يعني يتواصل معنا بحيث ان احنا نقدر نديهم تمويل يعني يروح للناس اللي هي محتاجة هذا التمويل في هذه الأماكن البعيدة. بالنسبة للشباب الحقيقة هو احنا عندنا خلينا نقول احنا ما عندناش منظومة تدريب في مصر بصورة واضحة شوية. ما انا كده بقول لحضرتك توجه لهم الصورة يعني لكن خلينا نقول برضو ان في اطار التشاركين الحقيقة المجتمع المدني عامل شغل كويس قوي. تمام. يعني الام جي او عامل شغل محترم في مجال التدريب، وان كان مش بالطريقة الاحترافية اللي احنا محتاجينها، لكن توجد مراكز تدريب على مستوى مصر تابعة لعدة وزارات. يعني عندنا وزارة التضامن الاجتماعي لديها مراكز تدريب، جزء منها مخصص للأبناء المتسربين من التعليم اللي بيسموها مراكز التكوين المهني، وجزء منه مخصص للمواطنين العاديين اللي هو مراكز إعداد الأسر المنتجة. وزارات زي وزارة القوى العاملة، وزارة الشباب، كل دي بيبقى فيها مراكز تدريب، فيها مراكز تدريب. بس أهم حاجة الشاب يتأكد من أن المركز ده هيقدر يفيده في عملية التدريب، وإن التدريب اللي هيحصل عليه هيقدر يشتغل بيه بقى بعد، هيقدر يبقى ليه أثر وليه ناتج يقدر يشتغل بيه. تمام. مش تعمل كورسات وتدريبات وخلاص، لازم تبقى ايه بتشتغل على. وبعدين مفيش مهنة، يعني انا بشوف برضو بمناسبة هذا الكلام على الفيسبوك وعلى الناس يقول لك في خلال 3 أيام تتعلم التفاصيل، مفيش كده. في خلال 5 أيام نتعلم النجارة والحداد، مفيش كده. المهنة خليك في الحاجات الرسميه احسن. بتاخد وقت، لان بتاخد انت بتتشرب الصنعه نفسها وهي بتيجي بالممارسه والتكرار. انا طبعا في النهايه بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وشكرا للاجابه على التساؤلات اللي كانت يمكن مهمه جدا في موضوع المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. بالتوفيق للجميع ان شاء الله، وشكرا مره اخرى استاذ محمد حسن رشوان، مستشار المشروعات الصغيره بالمؤسسه القوميه لتنميه الاسره والمجتمع التابعه لوزاره التضامن. شكرا يا فندم. انا بشكر سيادتك جدا على هذه الاستضافه الكريمه. شكرا يا فندم. مشاهدي نهايه الاسبوع، بعد هذا الفاصل هنتكلم بالتفاصيل عن احد اهم اعمده الدوله التعليم والاستاذ احمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم. ابقوا معنا ونهايه الاسبوع. بنطلق ما نسميه الحلم القومي اللي السنوات اللي فاتت، هيدخلوا 2.5 مليون طالب في رياض الاطفال وفي الصف الاول الابتدائي يوم السبت باذن الله. ده مشروع لبناء الجيل المصري مختلف تماما، يتخرج ان شاء الله سنة 2030، مخطط انه يكون مواصفاته ومهاراته كما جاء في رؤية مصر التنمية المستدامة بالظبط. عشان نعمل ده احنا عملنا حددنا المهارات اللي عاوزينها، وعملنا اطار مناهج مصري لأول مرة بمناهج تكاملية، وعملنا كتب جديدة، وألفنا المناهج وطبعناها، ودربنا المعلمين، واخترنا طرق تدريس تفاعلية جديدة جدا، وقعدنا فرش الفصول في الجمهورية كلها بحيث نبقى جاهزين يوم 22/9 السنة دي، مش السنة الجاية ولا اللي بعدها. في نفس الوقت بنحاول نحسن او نرمم النظام الموجود، وده هنشتغل عليه. اساس التغيير او الترميم محاولة جادة لنقل ولادنا من ثقافة الحفظ والتلقين اللي تعودوا عليها سنين طويلة إلى فكرة الفهم والتعلم الحقيقي، والحصول على شهادات تعكس هذا الفهم. عشان كده بنغير أو بنحاول نغير نظام التقييم في المرحلة الثانوية، وعملنا محتوى رقمي سري جدا، وبنشتغل على الأرض في مدارس الحكومة في أرجاء الجمهورية، بنوصل شبكات وبنطور الفصول وبنعمل صيانة المدارس. وهنفتتح النهاردة إن شاء الله 7 من هذه المدارس، ونأكد للناس كلها أنه
مصر في طريقها الى شيء افضل ان شاء الله. نظام التعليم الجديد هيبدا زي ما اتفقنا يوم 22/9. نظام التعليم المعدل في المرحله الثانويه هيبدا هذا العام، وهقول لكم وصلنا فيه لايه بالظبط. المدارس اليابانيه هتفتتح ان شاء الله يوم السبت زيها زي المدارس الحكوميه في 19 محافظه. وكمان اللي ما اتكلمناش عنه كتير ان احنا في التعليم الفني بنعمل تعليم فني جديد تماما بمدارس اسمها مدارس التكنولوجيا التطبيقية. هنفتتح واحدة فيهم النهاردة بشراكة مع القطاع الخاص ومع جهات اعتماد اجنبية، زي بالظبط في الصحة الشراكة مع الأورمان في المستشفيات، نفس النموذج بالظبط. جميع الخطوات التنفيذية لبدء النظام الجديد في رياض الأطفال وأولى ابتدائي جاهزة للبدء بإذن الله، وهيلتحق بها زي ما قلنا 2.5 مليون من أطفالنا والأجيال اللي وراهم كلها. جميع المناهج تم تأليفها والكتب طلعت من المطابع وابتدت تبقى في مخازن المديريات. كل معلم هيبقى في ايده دليل معلم، وده شيء جديد في تدريس التعليم المصري. دربنا الموجة الاولى من المعلمين للاستعداد لهذا، 128,000 معلم. وقعدنا فرش الفصول في جميع مدارس الابتدائي علشان تتوافق مع استراتيجيات التعليم النشط، فبنقعدهم في شكل مجموعات مش في شكل تلقيني. المدارس المصرية اللي احنا بنحاول نطبق عليها النظام ده مزيج من حاجات كتير. يعني الإرث القديم كان مطلع مدارس أشكال والوان، يعني مدارس لغات ومدارس خاصة ومدارس حكومة ومدارس دولية ومدارس قومية ومعاهد أزهرية. الأرضية فيها حاجات كتيرة جدا، فاحنا بنحاول نعالج نطبق النظام على كافة المدارس اللي بتدي شهادة مصرية. في مدارس بتاخدها بلغة أجنبية وفي مدارس باللغة العربية. هنا عشان كده اضطرينا نغير الفلسفة كلها، وطبعا ده محتاج معلم مدرب زي ما معالي الدكتورة هالة كانت بتتكلم على العنصر البشري. العنصر البشري عندنا المعلم بنحاول ندربه على الأساليب التربوية الحديثة وازاي يتعامل مع الطفل يخرج منه المخرج ده. الكتب اللي هياخدوها، عشان انا قلت هو اطار مناهج جديد، لانه في حاجة اسمها المنهج التكاملي او الباقة المجمعة. بدل ما زمان كنا بندخل حصة علوم وحساب وتاريخ وجغرافيا، المواد دي اتضفرت مع بعض في مادة واحدة متعددة التخصصات محورية اسمها الباقة، وجنبيها كتاب لغة إنجليزية. دي أول مرة في مصر ندرس لغة إنجليزية من رياض الأطفال من KG1 لجميع طلاب مصر. الفصول اتغير شكلها. احنا هيئة الأبنية التعليمية مشكورة، نجيب اللي بعده لو سمحت. غيرت شكل الفصول من الشكل القديم إلى شكل آخر جديد بنحطه في شكل دوائر. الولاد هتقعد في حلقات علشان كل المنهج مبني على ان هم بيشتغلوا بايديهم. اللي احنا سمعناه ده جزء من خطة واعدة جدا ومشرقة جدا للنهوض بمنظومة التعليم في مصر، اللي خلينا نبقى صراحة مع بعض مهترئة بقالها سنين طويلة جدا، يمكن عقود من السنوات. الموضوع ده هياخد وقت وهياخد مجهود وهياخد مننا احنا نقطة مهمة جدا، الاستيعاب، ان احنا نستوعب ان احنا لازم وضروري جدا في الفترة اللي احنا فيها دي ننهض بمنظومة التعليم وبمستوى التعليم في مصر. عندنا نقط كتير جدا وتساؤلات كتيرة جدا هيجاوبنا عليها ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، الأستاذ أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم. أهلا بيك أستاذ. أهلا بيك، منورنا في نهاية الأسبوع واستمعنا إلى جزء من كلمة دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. نقط كتير جدا تم حسمها، زي فندم مثلا موضوع يعني اللي انا اكتر حاجه لفتت نظري النهوض والتنميه بالفكر، وده في مرحله الابتدائي ومرحله رياض الاطفال. تفاصيل هذه المرحله ايه؟ يعني هنبدا فعلا ان شاء الله يوم 22 اللي جاي، التفاصيل ايه؟ خصوصا ان في بعض الاهالي كانوا معترضين، لان زي ما سيادتك عرف الانسان دايما عدوه ما يجهله. صحيح.
فعايزين نوضح التفاصيل خصوصا للسن الصغير. خلينا نقول كانوا مش فاهمين, مش معترضين. كل الشعب المصري وكل اولياء الامور متفقين ان لازم نغير منظومه التعليم. كلنا مكتشفين ان في خلل كبير وسلبيات تشوهات في المنظومه التعليميه اشتغلت عليها الدوله واشتغل عليها سياده الرئيس منذ توليه المسؤوليه في 2014. يعني الناس بتعتقد ان هم احنا اشتغلنا من تولي دكتور طارق شوقي المسؤوليه, بس لا, يعني سياده الرئيس شغال على تغيير منظومه التعليم من 2014. لو بتفتكري كان في مشروعات بتتم, سواء مشروع المعلمون اولا او مشروع بنك المعرفه, كلها كانت طرق كتير لتغيير منظومة التعليمية إن أن تولى دكتور طارق شاوي المسؤولية في فبراير 2017. اللي كان بيتكلم فيه دكتور طارق دلوقتي في المؤتمر هو تلخيص للمجهودات اللي تمت على مدار ال 18 شهر اللي فاتوا. يعني أستاذ معنى كان ممكن إن شهرين تلاتة كنت أقول لك هنعمل, النهارده أنا جاي أقول لك إحنا عملنا عمل. وده اللي كان بيتكلم فيه دكتور طارق. غيرنا الفلسفة التعليمية, الخطة والاستراتيجية اللي وضحها دكتور طارق مشيت في مسارين. المسار الاول اللي كان بيتكلم فيه هو تغيير المنظومه التعليميه بالكامل, وده هيشمل مراحل رياض الاطفال وصف الاول الابتدائي, عشان لازم اشتغل على الطفل من بدري عشان ابني فيه كل اللي انا عايز اعمله من مهارات وسلوكيات وكيفيه الابتكار. كل ده لازم اشتغل على الطفل من بدايته, عشان كده هبدا بالمراحل من تحت. والمسار الثاني اللي مشيت فيه وزاره التربيه والتعليم هو تغيير او تطوير او ترميم المنظومه الحاليه, لان احنا عندنا اولادنا موجودين من الصف الثاني الابتدائي وصولا لمراحل التعليم الثانوي. الناس ما كانتش فاهماها الناس اللي موجوده دلوقتي في المرحله التعليميه في مختلف هيشملهم تطوير وترميم للمنظومه. خلينا اقول لك ان احنا بنشتغل على ايه في المنظومه التعليميه, على مجموعه اضلاع. الضلع الاولاني والمؤثر والاساسي بالنسبه لوزاره التربيه والتعليم هو المعلم طبعا. اشتغلت عليه, ثم المناهج, ثم الطالب, ثم ولي الامر, ثم طبعا البنيه التحتيه وهي المباني. دي الاضلاع بتاعت المنظومه التعليميه اشتغلنا في تغييرها بالكامل في صفوف رياض الاطفال والاولى ابتدائي, وتطويرها وترميمها من تانية ابتدائي وصولا لحد مراحل التعليم الثانوي. يمكن بدانا في التطوير بمراحل التعليم الثانوي عشان كان فيها مشكله كبيره. يعني موضوع ثانويه عامه تحديدا فيها مشكله في الدوله بقالها كتيره جدا, سواء زي ما تسمعها الغش, او وصلنا كمان لحالات انتحار, بقينا كل سنه بنعد حالات الانتحار, دي حاجه عاديه في ثانويه عامه. فده طبعا شاب بعد ما بيكبر يعمل كل حاجه بيوصل لحاله من الياس او الاحباط وصل لحالات الانتحار. فكان عندنا مشكله كبيره لازم نبدا بحلها, وهي مشكله امتحان ثانويه عامه. يعني احنا ما عندناش مشكله في مناهج ثانويه عامه, ما عندناش مشكله في معلمين ثانويه عامه, لكن عندنا مشكله في التقييم. فاشتغلت فلسفه وزاره التربيه والتعليم على تغيير اسلوب التقييم. في التقييم المستوى الطالب ده هيروح فين, مصيره ايه بعد كده, ما هو بينتحر عشان ما يبقاش عارف مصيره بالظبط. تحديدا الامتحان, يعني انا بقصد بالتقييم هنا هو الامتحان. غيرنا فلسفه الامتحان. اول حاجه غيرناها الامتحان ما بقاش قومي على مستوى الدوله كلها, على مستوى 27 محافظه, الامتحان بقى على مستوى المدرسه. هنا تخلصنا من اعباء كتير جدا, ان الامتحان بيجي في وقت واحد بشكل واحد بنظام واحد, بيؤدي للغش وبيؤدي للتسريب ورفع الموقع الالكترونيه وكل حاجه استمعت ليه السنه. كل مدرسه بيبقى ليها امتحانها الخاص بيها, كل مدرسه بتطلب امتحانها بيجي لها. ده اول تغيير حصل في اسلوب الامتحان. تاني تغيير حصل وهو الاهم هو تغيير فلسفه الامتحان نفسها. الامتحان الثانويه العامه كان بيعتمد على الحفظ فقط, اذا ادى لظاهره الدروس الخصوصيه. يعني طبعا ادى لظاهره الدروس الخصوصيه اللي كانت بتعمل ايه. دروس خصوصيه بتعرف حضرتك الاسئله المتوقعه والاجابات النموذجيه, فبتقعدي طول الوقت في الدرس الخصوصي بتحفظي اسئله معينه واجابات نموذجيه, وبيتميز المعلم اللي بيدرس درس خصوصي بكيفيه معرفته بكم الاسئله وكم الاجابات النموذجيه. كنت حاجه تكتشفي بعد امتحان مثلا تخرج الناس في حالات انهيار ويقول لك الامتحان بره المنهج. لا, هو بره الاسئله اللي انت حفظتها, مش بره المنهج. ايوه بالظبط. غيرنا الفلسفه, الامتحان هيبقى بيعتمد على الفهم, الاسئله بتاعتنا هي اللي اختلفت. ده تاني تغيير. تالت تغيير برضه وتغيير مهم جدا ممكن يبقى تكنولوجي, اللي هو بقى نستخدم الادوات التكنولوجيه في التعامل مع الامتحان. وده برضه مهم جدا, ولكن ده اجراء, يعني هو مش ده فلسفه الامتحان. الامتحان ممكن يجي لحضرتك معتمد على الفهم على ورق, او ممكن يجي لك على التابلت, مش ده الموضوع. ولكن التابلت هيساعدنا في حاجات كتير, في منع الغش, في عدم تدخل العنصر البشري, في سرعه التصحيح, في جوده التصحيح, هيخلصك من حاجات كتيره جدا. تمام. رابع ميزه ودي بقى للطالب مش لينا, لو تفتكر استاذ مها كان في تحسين زمان, فكان بيبقى في فرصه انك تحسني شويه. لا, انت عندك 12 فرصه تحسن بقى المره دي. كل ماده هتمتحن فيها اربع مرات على مدار السنه, لان خلاص بقت ثانويه عامه تراكميه, مجموعه اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي, كل ماده هتمتحنها اربع مرات على مدار الثلاث سنين. فانت عندك 12 محاوله. هناخد اعلى ست محاولات, اعلى ست محاولات من ال 12 محاوله. هي دي تبقى مجموعه درجاتك بالنسبه للماده دي, ثم نجمع المواد كلها ويطلع 410 درجه وصولا للجامعه.
وصولا ل تمام كويس قوي. يعني النظام ده الحقيقه يعني يدعو للهدوء كمان، لان الطالب اللي بيبقى في ثانويه عامه بيبقى في مشكله في البيت كله صحيح. ومع كل اللي حواليه، وطول الوقت هم بيمارسوا عليه ضغوط، وفي الاخر دخوله للكليه او الدرجات هي اللي بتحدد مستقبله ومصيره. بعد ما بيتخرج من الجامعه بيكتشف ان طبعا ما كانش ينفع يتحدد. مفهوم التعليم يا استاذه مها اتغير عندنا، يعني كلمه تعليم مفهومها بقى الحصول على درجات ثم الحصول على شهاده. هو مش ده المعنى الصحيح لكلمة تعليم. التعليم ده يعني علم ومعرفة وابتكار ومهارات وثقافات وكيفية عمل جماعي. ده موضوع تاني خالص، ده طيب. مفهوم كلمة تعليم. أوكي. طيب استاذن حضرتك بس معنا تليفون ياسر من المنوفية. الو لا لو الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. سمعت عاوز اسال المسؤول، في منازل اولى ثانوي؟ في منازل هيبقى السنة دي اولى ثانوي؟ انا مش سامع. في ايه يا فندم؟ منازل اه يا فندم منازل. في منازل اولى ثانوي، في الخدمات بالنسبه لاولى ثانوي، ممكن نزلنا بيان على الموقع الرسمي للوزاره، ممكن حضرتك تطلع على كل الخطوات اللي هتشتغل عليها سواء للمنازل او للخدمات، وهيمتحنوا ازاي وكل حاجه. تمام، شكرا يا استاذ ياسر. والمصروفات الدراسيه كمان بتاعتهم وكل حاجه. طيب احنا لسه عندنا نقطه على المصروفات دي. بس خلينا برضو يعني اللي احنا قلناه يا جماعه هو تعلم مش تعليم، خلينا نسميها بقى تعلم. في فرص كتيره جدا لاي طالب اللي ما بيعرفش يحفظ، لان الطالب اللي ما كانش بيعرف يحفظ في السنين اللي فاتت ده اتظلم. ممكن لا هو مش هيحفظ خالص، مش هيحفظ نهائي، مفيش حاجه اسمها حفظ. تمام، الحمد لله. يفهم ويتعلم، وبناء عليه يتحدد قدراته او هو شاطر في ايه بالظبط، يقدر يلتحق بالجامعه اللي مناسبه للقدرات بتاعته، مش لعدد الدرجات او مش عليك. لعدد الدرجات اللي هو هيحفظها دي. نقطه مهمه جدا. طيب اذا انتقلنا لنقطه ثانيه يا فندم والمنهج. تمام، دكتور طارق من شويه كان بيتكلم بيقول ان تم اعاده بناء المناهج وتم تطويرها بشكل كبير جدا. المنهج كان ايه وبقى ايه في المراحل المختلفه؟ يعني خلينا نتكلم في الأول. خليني اقول لك ان هو انت كده بتتكلمي بقى على مراحل رياض الاطفال واولى ابتدائي. أيوة. على تغيير المنظومه التعليميه. هو مش اعاده بناء المنهج، ده هو اعاده تاليف المنهج من اول وجديد، لان فلسفه الوزاره في شغلها الجديد برضه هتشتغل على المفهوم الجديد لكلمه تعليم، او المفهوم الصحيح لكلمه تعليم هو المعرفه والابتكار والثقافات. فبنى منهج وتالف منهج من مركز تطوير المناهج اللي بشكره بصراحه دكتور نوال شلبي وكل فريق العمل بتاعها، الف مناهج جديده معتمده على الفلسفه دي. واحنا شايفين وقت قياسي يعني يا استاذ احمد بالزبط. مش عادي لتاليف منهج كتير. كمان اسمها لو شفتي شكل الطباعه وشكل الكتب وازاي التعليم بقى تفاعلي، الكتاب ده هيبقى فيه تفاعل ما بينه وبين الطالب بشكل رسومات معينه، في شكل ازاي يقدر يبتكر جواه. اولا القعده اللي اتكلم عليها دكتور طارق لو حضرتك شفت الصور بتاعتها، ما بقاش في قعده المسرح بتاعه زمان الديسكات دي، القعده بقى في ترابيزه مستديره عشان الطلاب كلهم يقعدوا يشتغلوا على مع موضوع بعض. مع بعضه على فريق عمل مع بعضه، وقاعد معاهم المعلم بيشتغل معاهم على الافكار المختلفه. دي نقطه كويسه جدا. تمام. طيب كان ايه اكتر حاجه حبيتوا ان انتم تطوروها في المناهج؟ ايه الديفول الفظيع او العيب الكبير جدا اللي كان بيضر بيها؟ لان المنهج ده لو احنا اتكلمنا على الطفل من وهو صغير يعني في كارثه بتحصل له طول سنين عمره. وحضرتك كمان قلت لي يا استاذ احمد ان في نقطه مهمه جدا، احنا بنشتغل على ولي الامر. طبعا فولي الامر كمان لازم انا جاي ولي الامر ده لسه دي موجود كبير بالظبط. فانا عايز اعرف النقطه اللي كانت خطر بالنسبه لكم في موضوع تطوير المناهج ده ايه. خلينا نقول زي ما قلت لك المنهج كان معتمد على الحفظ. الطفل وهو صغير يا استاذه مها اللي بيتولد في مصر هو اللي بيتولد في امريكا هو اللي بيتولد في اوروبا، ايه اللي بيختلف في الطفل ده لما يكبر؟ والجو المحيط حواليه وتعليم، هو ده اللي بيختلف. فالتعليم ده هو بياخده باني شكل؟ الباقه متعدده التخصصات اللي هي هتبقى منهج من ضمن المناهج معتمده على افكار كل يوم بيشتغل عليها الطالب. انا مش هقول للطالب انا بديك علوم دلوقتي او بديك رياضه دلوقتي او بديك جغرافيا دلوقتي، قصه المواد والجدول والكلام ده مش موجود. الماده متعدده التخصصات دي هيبقى كل يوم بنشتغل على فكره معينه عايز اطلع منها بمفاهيم معينه يفهمها الطفل. فبقعد احكي له موضوع، الموضوع ده بيطلع منه العلوم بيطلع منه الرياضيات في حسابات معينه وبتطلع منه جغرافيه المكان وتطلع منه كل ما هو الدراسات الاجتماعيه. الطفل لما بيستوعب بالطريقه دي حاجه اسمها ولادك لو عندك في البيت وقعدتي حكيت لهم موضوع بيفهموه كويس جدا وعمرهم ما ينسوه، ولو قلت لهم احفظيه مش هيحفظوه، ولو قلت لهم هسالكم فيه بالليل مش هيفهموه. انما لو حكيته لهم
وفهمته لها هتلاقيه فاهم، فهتلاقي فيه المدارك بتوسع طول الوقت. اما الدكتور طارق في بدايه الخطه قال انا عايز احول التعليم لمتعه، انا عايز اوصل بالطالب انه حابب يتعلم، حابب يكتشف اكتر، وده اللي كنا بنقوله. ده اليابان لما بيدوا اجازه الناس بتزعل، احنا مش فاهمين ليه. لان هو طول الوقت بيستمتع في المدرسه بالزبط. سواء بانشطه او سواء بان هو مداركه بتوسع طول الوقت، سواء بافكار جديده عمال ياخدها. الطفل نفسه هو عايز يروح يستوعب اكبر قدر، والطفل لما بيتولد بيبقى عايز ده، طفل بتولد بيبقى عايز يعرف اكتر وعايز يسمع اكتر. وبيحب المدرسه لغايه مثلا كي جي 2 او لحد ما تبقى تديله بقى تديله بيبقى بؤس وهو رايح المدرسه بائس. وده دور ولي الامر انه بيحاول يفرض ويحفظ ويلا عشان ده وقت المذاكره دلوقتي، ويلا عشان نحفظ دلوقتي، ويلا عشان تجيب اعلى الدرجات، ولو ما طلعتش الاول في مشكله. كنا بندمر ولادنا وانا اولهم يعني، كان بنتي لو ما بتاخدش الدرجه النهائيه كان عندي مشكله كبيره جدا، انا بنتي فاشله وانت مش عم تذاكريش. ما غيرت الفكر ده لما انضميت لفريق العمل مع دكتور طارق، لا بدات انا اغير كمان معاه. مش مهم هي جابت كام، صفر ما فيش مشكله. بس انت فهمتي ايه؟ طب خدت ايه النهارده؟ تعال ندردش مع بعض. مش عايز اقول لك على مدار السنه اللي فاتت لما جربت معاها ده مستواها في بعض المواد كانت ضعيفه فيه بدا يتغير طبعا، وان كان بنتي خارج المنظوم يعني بنتي في صفوف بعد اولى ابتدائي. فبدات ما انا اغير فكرك ولي امر لقيت انها بتستجيب. الضغط اللي عليها بالظبط بالظبط، بدليل ان احنا اكتشفنا ان في مراحل الدروس الخصوصيه بقت في ابتدائي منتشره جدا، كل مراحل ابتدائي بيدرس خصوصيه. لان هو برضه حاجه بقى غريبه قوي عايز يوصل للدرجه يا مها. يعني هو خلاص مش فكره اي حاجه غير انه عايز يوصل لمجموعه درجات عشان تبقى اعلى حاجه. مش مجموعه علم، مش مجموعه معارف، مش نوسع مدارك الطفل ازاي، مش نكسبه خبرات جديده ازاي. ده اللي الفنا عليه المناهج كويس قوي هاي. تمام. يعني ان هو برضو يفكر ويبتكر لان احنا ممكن ايه، حضرتك برضو ذكرت قصه اليابان طبعا. في نقطه مهمه جدا، هم بيسيبوا فعلا زي ما حضراتكم كده بتعملوا الاطفال يقعدوا مع بعض ويبتكروا. تمام. المعلم بيبقى شايف الاطفال كل واحد اولا بيسمعهم، لان هجي لك دلوقتي برضو في موضوع المعلمين. تمام. يسمع لحد ما الطفل يخلص اللي عنده تماما، خصوصا في المراحل الصغيره اللي انا بعتبرها اهم مرحله بيبقى يعني شخصيه من كي جي 1 لثالثه ابتدائي شخصيه بالظبط. ما خدتش بالي من الحته دي او من المرحله دي كلها طبعا. انا اللي يكبر ده بعد كده هيتعالج، عايز يتعالج، يا اما هيبقى شخص غير سوي. فهو بيخلص بيشوف يخلص الكلام بتاعه كله ويخلص الابتكارات بتاعته طبعا. كلها ممكن الطفل يخرج بفكره طبعا اضيفها للمنهج او اضيفها للبروجكت اللي الولاد بيشتغلوا فيه. صحيح. فاخليه يحس ان هو قوي بيستمع اليه، يقدر بعد كده يفيد ويستفيد. طب انت قول لي كذا، طب انت قول لي كذا. النقطه دي مهمه جدا طبعا. المدرس بقى اللي يقدر يستوعب كل ده. هتروحي معايا لتاني ضلع وهو اهم ضلع بالنسبه لنا هو المعلم، عشان كل اللي بتعمله وزاره التربيه والتعليم، ومش الوزاره بس على فكره، هي الدوله كلها بتشتغل على مشروع بناء الانسان. ويمكن منتولي سياده الرئيس الفتره الرئاسيه الثانيه قال احنا الفتره اللي جايه هنشتغل على بناء الانسان، اذا صحه وتعليم. أيوة. عشان كده بقول لحضرتك الدوله كلها شغاله على مشروع التعليم. اهم ضلعه في كل ده لو احنا عملنا كل اللي احنا بنعمله ده والمعلم ما اتدربش بشكل كويس وبقى مستريح نفسيا بشكل كويس وتوفر له كل الامكانيات بشكل كويس، مش هوصل لك الرساله. يعني حضرتك برضو بتبقى قاعده في البرنامج في فريق عمل كبير بيشتغل، لو حضرتك مش مجهزه ان تنقلي رسالتهم وكل الادوار بتاعتهم بقى في مشكله كبيره. تمام. المعلم هو كده بالنسبه لي بالظبط. فالمعلم اشتغلت على تدريبه على الفكر والثقافه والفلسفه اللي انا بشتغل عليه في وزاره التربيه والتعليم. انا محتاج قد ايه من 1,350,000 معلم اللي تابع وزاره التربيه والتعليم؟ محتاج 128,000 معلم اللي هيخشوا معايا في مرحله رياض الاطفال دول تم تاهيلهم وتدريبهم بالفعل. ومش هسيبه بس كده، طبعت مع الكتب كمان دليل المعلم. دليل المعلم ده هيخش بيه كل معلم الفصل كل يوم. لو تفتكر يا استاذ مها يمكن كان دايما بيبقى المعلم بيحضر دايما الدرس اللي هيديه تاني يوم في كشكول التحضير بتاعه. كشكول التحضير ده انا جمعته له في دليل المعلم، هيبقى داخل كل يوم هو عارف هيدي ايه للطالب بكره باي ادوات مكتوبه، باي مفاهيم انا عايز افهمها للطفل مكتوبه، باي طريقه هيشرحها مكتوبه. ده مكتوب في دليل حتى المعلم. طريقه شرحه. طبعا. طبعا. يعني انت حضرتك هتشرح بكره المفاهيم بالشكل الفلاني وهتستخدم الادوات عشان تشرح الادوات دي مرسومه له ومحطوطه له، وهنتكلم عايزين نطلع من الدرس ده بالمفاهيم المعينه. اوكي. كل ده اتدرب عليه المعلم واتدرب على دليل المعلم، والحمد لله خلصنا مرحله تدريب للاول طبعا فئه احنا محتاجينها اللي هتشتغل على رياض الاطفال اولى ابتدائي واولى ثانوي. يعني دول اتدربوا. هل معنى كده مش ندرب بقيه المعلمين؟ لا، هي في خطه وموضوعه طبعا لوزاره التربيه والتعليم ووضعها طبعا دكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين، خطه لتدريب 1,350,000 معلم. بس انا بدات بالشريحه الاولى اللي هتشتغل معايا على مرحله الاطفال، دربوا بالفعل
مش عايز اقول لك يعني كنت بحضر ساعات كتير تدريبات قد ايه في استحسان من المعلم وقال اخيرا لقينا حاجه نقدمها فعلا للطفل. اخيرا لقينا وزاره بتفكر فينا وبترتقي بمستوانا. طبعا هو لسه بيتكلم على المستوى المادي وده حقه جدا، لازم يكون مستريح ماديا عشان يعرف يدي، وده يمكن سياده الرئيس اتكلم فيه اكتر من مره. والدوله شغاله الفتره اللي جايه على زياده المرتبات ان شاء الله. طيب عندي استفسار على الموضوع ده بس هاخد تليفون جمال من القاهره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل استاذ جمال. تحياتي ليكي والدكتور احمد خيري. بس ليا استفسار بسيط للدكتور احمد خيري بالنسبه لاسئلة ثانوي. يا فندم الله يكرمك، قلت لي في اربع امتحانات في كل سنه، في اولى وثانيه وثالثه. تمام. وهناخد احسن ست امتحانات في نهايه السنه الثالثه. طب هل ممكن الامتحانات دي تبقى ممكن تبقى اربعه من سنه واحده وسنتين من اي سنه ثانيه، ولا لازم كل سنه امتحانين من كل محتوى دراسي تم تدريسه في سنه اولى لوحده وثانيه لوحده وثالثه لوحده؟ دي حاجة. الحاجة الثانية من فضل حضرتك، سنة أولى السنة دي هيبقى التابلت هيجي متأخر لمدة شهر على ما يبتدي الولاد يتدربوا عليه، وقلنا إن سنة أولى السنة دي هتبقى تدريبي لسنة ثانية وثالثة. طب موقفنا إيه بالنسبة لأولادنا بتوع سنة أولى السنة دي في عدد الامتحانات اللي هيتم أخدها في ثانية وثالثة بالنسبة لنهاية الثانوية العامة؟ وأشكر سيادتك دكتور أحمد خير. كل الشكر لحضرتك. حاضر، خلينا نوضح حاجة. أول ودي خبر حصري كده لبرنامج أستاذة مها فريق عبد الله المحترم. التابلت في المطار دلوقتي، الجهات المعنيه في وزاره التربيه والتعليم بتستلم التابلت دلوقتي حالا. طيب حالة. الحمد لله يعني خبر رائع. هو يعني الحمد لله بيستلموا حالا، وانا بكلم حضرتك في مطار القاهره التابلت كله بيتم تسليمه دلوقتي. ده بالنسبه للتابلت. طيب. بس انا على حضرتك لاحظت في كلامي، انا قلت برضو ان التابلت اداه واجراء هنستخدمها، فهيتم تسليمه الشهر الجاي، هيتم تسليمه الشهر اللي بعديه، ايا كان الخطه الزمنيه الموضوعه. انا بتكلم على فلسفه الامتحان نفسها اللي اتغيرت اللي بتعتمد على الفهم. فالسؤال لو جه على ورقه او جه على تابلت ده مفيش مشكله خالص، ولكن التابلت في مواعيده، الشبكات بتوصل في المدارس بمواعيدها في ال 2530 مدرسه المستهدفين. لو حضرتك بتتكلم على موضوع الامتحانات، سنه اولى تجريبي السنه دي، بس موقفهم ايه؟ موقفهم لازم ينجح، ولكن هو زي ما قلت لحضرتك الثانويه العامه بقت تراكميه، هاخد تراكم الثلاث سنين على بعض. دكتور طارق عمل عرض كده لطلاب اولى ثانوي عشان هم لسه داخلين طبعا وبيجربوا المنظومه، مش هتخش درجات الامتحانات اللي هيمتحنوها في اولى ثانوي ضمن المجموعه التراكمي، ولكن هو هيمتحن في نهايه كل فصل دراسي هيمتحن امتحانين في الماده، فاذا وامتحانين تاني في الفصل الثاني، اذا بقى اربع امتحانات بس مش هاخد درجاتهم. طبعا لازم ينجح، عشان جت اسئله كتير يعني لو سقطنا عادي، لا ما مش تجريم انك لازم ينجح، بس ان انت بتجرب. وانا كمان كوزاره اجرب شبكاتي واجرب التابلت واجرب اداء المعلم بتاعي، فاعتبرنا سنه اولى تجريبي تماما، الطالب يقدر يفهم، عشان كمان غيرت له الفلسفه، هو مش هيحفظ، فلازم اعرفه الامتحان شكله بقى عامل ازاي، عشان الامتحان بقى معتمد على الفهم، فبجرب الطالب وهعتمد للطلاب اولى ثانوي داخلين السنه دي على درجات ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي بس. طيب شكرا استاذ جمال. ايمن شوقي كان بيسال برضه، درجات الصف الاول للعام الجديد سوف تضاف الى المجموع ولا لا؟ لا مش هتضاف. طيب ارجو ان حضرتك تكون متابعنا. محمد ابو نجم بيقول، ما هي مواد الانشطه في الصف الاول الابتدائي؟ طيب مواد الانشطه دي بتبقى في المدارس، لو قلت بتكلم حضرتك على مواد الانشطه الرياضيه والفنيه لو انا فهمت السؤال صح، دي هنشتغل عليها كده. مهم جدا، وممكن كان من توصيات المؤتمر الاخير، مؤتمر الشباب في جامعه القاهره، كان من توصيات سياده الرئيس تعاون وزاره الشباب والرياضه وتعاون وزاره الثقافه مع وزاره التربيه والتعليم لفتح مراكز الشباب في 27 محافظه، عشان يبقى فرصه ومنفذ للطلاب في المدارس لممارسه الرياضه، وايضا قصور الثقافه التابعه لوزاره الثقافه تفتح قصور ثقافه في 27 محافظه عشان يكون منفذ برضو للمدارس المختلفة لممارسة الأنشطة الفنية. لو حابب تتكلم عن الأنشطة دي ودي مهتمين بها جدا وفيها حصص ومحطوطة في الجدول العام بالنسبة للطلاب، ما فيش إهمال زي زمان حصة الألعاب دي مركونة. لا ده احنا هنشتغل على ده كويس جدا، عشان كده بقول حاجة، هو مشروع دولة. وزارة الشباب والرياضة شغالة معانا، وزارة الثقافة شغالة معانا، ده هيفتح الاماكن بتاعته، ده هيفتح الاماكن بتاعته لممارسه الانشطه ان شاء الله. دي النقطه اللي انا بصراحه يعني اتبسطت منها جدا، لان المشروع بقى مشروع متكامل. طبعا مش انا هنا بعلم وانا هنا مش عارف وزاره الرياضه فبعمل لا. كذا وانا لا، الموضوع متكامل بشكل كبير مشروع جدا. مشروع دوله يا استاذه مها، يعني يمكن سياده الرئيس عرض يعني مش هو فكر واستراتيجيه الدكتور طارق، لكن الدوله كلها بتشتغل على ده. بالزبط. في وزاره الاتصالات شغاله معانا، وفي وزاره الانتاج الحربي شغاله معانا، الداخليه بتوفر لنا منافس كتير، وزاره الدفاع، الدوله كلها شغاله على بناء المصري. هو احنا الصراحة كمان كنا شايفين عرض الاستراتيجيات دكتور طارق من قبل توليه الوزارة. صحيح. فيعني ساعدنا جدا ان هو تولى الوزارة بهذا الفكر. احنا دخلنا حيز التنفيذ اما تولى الوزارة. بالظبط. انما هو الفكر والاستراتيجية موضوع، وكان من ضمنها بنك المعرفة والمعلمون اولا ندربهم ازاي عشان نقول حاجة. لا هو من سنوات سيادة الرئيس شغال على مشروع التعليم. تمام. ولكن بدأ حيز التنفيذ من فبراير 2017.
طيب استاذ ممدوح بيقول المعلم هو اساس اي منظومه، بس يا ريت المعلم يبطل اول ما يدخل الفصل، همه الشغل هو اسكات التلاميذ. ف دي بقى هتاخدني لنقطه تانية، وهو شكل المدارس والابنيه. وسيادتك كنت قلت لي ان هم برده هيبطلوا يقعدوا القعده اللي هي الصفوف، اللي يقعد قدام واللي يقعد ورا والكلام ده. اكيد هيبقى في يعني اتيتيود مختلف في طبعًا. الفصل، سواء من الطالب او من المعلم طبعًا. عدد التلاميذ في الفصول طبعًا. شكل البناء دايما كنت اسمع ان ان لا يحبذ ان يكون المدارس اللي فيها اطفال صغيرين ادوار طبعًا. تبقى مثلا دورين بالكتير قوي. انا عايز اعرف الخطه لشكل البناء المدرسي عامل ازاي كده. حضرتك رحت معايا للضلع الرابع المنظومه التعليميه، وهي البنيه التحتيه بقى والمباني بالنسبه لوزاره التربيه والتعليم. اشتغلت عليها صراحه الابنيه اللي هو اسري، عمل مجهود جبار الفتره فاتت، اكتر من 3100 مشروع جداد دخلوا الخدمه، حوالي 20500 فصل ما بين فصول جديده وبين فصول اعاده هيكلتها وصيانتها مره ثانيه، وبين اعاده توظيف الاماكن الشاغره في المدارس اللي بخلق فصول عشان تستوعب الكثافات. اولا وزاره التربيه والتعليم ما اشتغلت على موضوع الكثافات ده، اشتغل بشكل علمي شويه، شافت ال 27 محافظه ايه اكتر محافظات اللي فيها تكدسات وفيها كثافات عاليه في المدارس عشان تبقى هي اولويه ليها. لو حضرتك لاحظت امبارح الدكتور طارق شاوي وهو بيعرض امام سياده الرئيس بيقول احنا عملنا مشروعات كتير في المنيا وفي اسيوط وفي اسكندريه، هي دي المحافظات اللي تم رصدها ان فيها كثافات عاليه في الفصول، وتحديدا محافظات الصعيد كانت مهمله عامه، الدوله كلها شغاله عليها في كل المشروعات كمان ضمنها التعليم. فبدانا بتنفيذ اكبر قدر من المشروعات في محافظات الصعيد ومحافظات برضو سواء الاسكندريه او القليوبيه اللي فيها كثافات، عشان نقدر نستوعب ال 2.5 مليون طالب اللي داخلين معانا ان شاء الله في المنظومه التعليميه الجديده. الموضوع الاعاد بقى داخل الفصل زي ما حضرتك قلتي هيبقى شيق بالنسبه للطالب وبالنسبه للمعلم. الاعاد زي ما حضرتك الرساله بتقول لك خش اسكتوا، هي شكل الفصل اصلا كان بيبقى فيه نوع من مزعج كآبة شوية يعني، فاهماني؟ كلنا اتعلمنا كده بس احنا بنحاول نغير صوتنا عالي عندنا يعني حاجة واحفظ وسمع وعملت الواجب ولا لا، احنا اصلا جايين زهقانين يعني لوحدنا جايين، فاحنا مش عايزين بقى اللي جاي او جاي مرعوب ان ما عملتش الواجب او جاي مرعوب ان ما حفظتش او هتهزق او هتذنب وهتهان. انا رايح افهم ورايح اتعلم والمعلم كمان هيبقى هو كمان الاتجاه بتاعه عايز يوصل المعلومه، عايز يبقى قاعد محاور مع مجموعه الطلاب دول، عشان كده احنا اشتغلنا عليهم مش تدريب مهني بس، تدريب كمان سلوكيات، وده كان بقى مشروع معلمون اولا اللي بيشتغل عليه، بيشتغل على سلوكيات المعلم في كيفيه التعامل مع الطالب. ده المشاكل كنت حضرتك بترصديها، سواء طالب تعدى على معلم او العكس صحيح، الفجوه دي اشتغلت عليها وزاره التربيه والتعليم برضو بمشروع كبير تحت رعايه سياده الرئيس زي المعلمون اولا، عشان نوصل السلوكيات الحياتيه دي للمعلم ازاي يقدر يتعامل فيها مع الطالب. القعده نفسها بتختلف، الطالب هيبقى قاعد جنب زميله، قاعدين في فريق عمل، المعلم قاعد معاهم زي ما حضرتك قلتي، ده بيطرح فكره وده بيرد عليه وده بيتناقش معاه، ده بيمارس معاه اللغه سواء اللغه الانجليزيه او الفرنسيه حسب نوعيه المدارس. لا الموضوع هيبقى شيق جدا، فالمعلم مش هيبقى همه خالص انه داخل يتسكت، الموضوع هيختلف كتير. ثقافات عندنا طبعا وموروث شغال مش هتغير في يوم وليله. انا دايما باكد ان احنا بدانا تغيير المنظومه التعليميه، احنا ما خلصناش، كل يوم في جديد، كل يوم بنطور من ادائنا، وكل يوم لو في سلبيه تم رصدها العمل على تغييرها ان شاء الله. طيب المعلمين على فكره يعني لسه عندنا استفسار عنهم طبعا. لان في ناس كتير كانت بتتكلم على مرتبات المعلمين، دي حاجه زي ما حضرتك قلت استاذ احمد هي من يعني من حقهم طبعا. تماما اللي ضيع هيبه المعلم اللي كانت موجوده زمان، موضوع السنترز بتاعه الدروس الخصوصيه، وموضوع المدرسين اللي كانوا بيجوا في البيت وبيقعدوا. فحضرتك قلت برضو لسه قاعد دلوقتي في وقائع زي تعدي الطالب على المعلم طبعا. فبيقول له انا بديك فلوس. فدي طبعا ثقافات يعني مهينه جدا لمنظومه التعليم طبعا. وده ما اسمهش تعليم يعني، ده يعني نقط سيئه جدا. المناظر المهازل اللي بنشوفها في السنتر بتاع الدروس الخصوصيه يعني نامل ان هي يعني يكون في خطه لاخفاء المنظر. حضرتك شفت حاجه؟ انا شفت منظر غريب جدا يا فندم، الناس بتحجز عند مدرس معين كان هذا المدرس منزل مثلا، فالناس واقفه طابور لحد بره، ما كنتش فاهمه ده ايه، قالوا لي ده سنتر دروس خصوصيه. يعني ما تخيلتش ده عباره عن ايه بالظبط. خليني اقول لك حاجه استاذه، بس خلينا نقول احنا عندنا 1,350,000 معلم. لو في بعض الظواهر حضرتك تم رصدها في الاعلام او مننا كوزاره التربيه والتعليم في سوء التعامل بين المعلم والطالب، ولكن ده لا يسيء لكل المعلمين. لسه عندنا معلمين محترمين جدا، ممكن دي كان وجهه نظري وانا قاعد مكان حضرتك يعني. اما دخلت الوزاره لقيت في ناس كتير بتشيد بمعلمين، في معلمين كتير عندهم بجد ضمير وبيشتغلوا، وهي دي الغالبيه العظمى الصراحه. الفئه البسيطه بقى اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي بنحاول زي اعاده
توضيبها مره تانية واعاده صياغتها مره تانية واعاده تاهيلها مره تانية عشان تنضم معانا في المنظومه. ودي فئه قليله جدا. حتى فئه الدروس الخصوصيه زي ما حضرتك بتقولي هو مدرس الناس كلها بتجري عليه عشان بس ده عنده اكبر اسئله متوقعه واكتر اجابات نموذجيه فهيجيب لك اكبر درجات. انا بقول لك غير احنا نفسنا كنا بنعملها يعني طبعا. احنا لازم نواجه نفسنا ان احنا عندنا مشكله طبعا. مش عايزه الجيل اللي جاي بعد كده يبقى عنده المشكله دي في فكره ان المدرس ده شخص. وبعدين تيجي تسالني بس خدت ايه في ثانويه عامه ولا خدت مش فاكره حاجه فعلا. مش عايزين يبقى حاجه زي كده. حاجه وحاجه ممكن تبقى واصله لدرجه 95% و97% وداخله كليه الطب. فاكر السنين بتاعت التحت اللي كان فيها 102 والناس بتضحك علينا بره في حاجه مش عارف بيجيبوها ازاي دي. ما كنتش مستوعب الكلام ده بس لما دخلت لقيت ان فعلا هم كل اللي بيشتغل عليه دروس خصوصيه بيشتغل على ازاي يجمع لك اكبر قدر من الدرجات. عشان كده حضرتك بقيتي مسميات مش فاهمين ايه كليات القمه وايه ان انا المتفوقين وايه 102 فصل المتفوقين كله مش علاقه بالعلم كله مش علاقه بالتعليم خالص. كل ده بيتغير. وازاي تخلص من دروس خصوصيه؟ طبعا في شقين. هو الشق القانوني اللي بتشتغل عليه وزاره التربيه والتعليم ممكن غلظت العقوبات بالنسبه لده سواء في غلق السنترات او الكلام ده كله. والشق الاساسي بقى عشان اعالج المشكله من جذرها هو الدرس الخصوصي بيعمل ايه. احنا قاعدين نشوف هو بيعمل ايه وغيرنا الموضوع تماما. عشان كده بقول لاولياء الامور ما تديش درس خصوصي عشان مش هيفيدك بحاجه. انا سؤالي اختلف فمجموع الدرجات ده انساه تماما خلاص. انا سؤالي بقى هيعتمد على الفهم. ودرس خصوصي ما بيقعدش يشرح لك المنهج ويفهمك ده اللي بيحصل في المدرسه. درس خصوصي برضه هيعلمك شويه اسئله متوقعه مش هتعوزها خالص على فكره. اولا المنهج معاك موجود على التابلت وبنك المعرفه. عايز تغش عايز تعرف عايز تدرس هيكون موجود في الامتحان معاك. معاك المنهج في الامتحان بالظبط كده مفتوح. بالظبط. فانت مش محتاجه حاجه خالص. انا عايز تفهم المنهج عشان سؤالي هيعتمد على الفهم. يعني السؤال هيجي من داخل المنهج اللي حضرتك فهمته اللي بالزبط. ابن حضرتك فهمه او اللي بنتك فهمته. طيب هاخد ناهد. الو صباح الخير. صباح الفل يا ناهد اتفضلي. لو سمحتي انا ليا ابن اختي كان السنه اللي فاتت في اولى ثانوي منازل فما دخلش الترم الثاني بسبب انه في عملت له حادثه عربيه فحصلت له كسر في رجليه. فجينا نسال المدرسه بتاعته فبيقولوا هم مش عارفين هيتطبق عليه النظام القديم ولا النظام الحديث بالنسبه لاولى ثانوي لانه هيعيدها. هو اولى ثانوي؟ منازل. اولى ثانوي. لا سؤال مهم جدا وهسال حضرتك فيه. هو كده ساقط اولى ثانوي فهو كده لسه هيخش اولى ثانوي جديده يعني كانه كده داخل من اول وجديد. هيشتغل مع الطقم كله اللي داخل اولى ثانوي العادي يعني. هسالك برضه في صحه المعلومه اكتر بس هو ما دام داخل لسه اولى ثانوي هذا العام هو يعني انا اسف هو سقط خلاص السنه اللي فاتت فهو هينضم لكل طلاب اولى ثانوي الجديد. هتاكد حضرتك معلومه استاذنك بس مع فريق الاعداد المحترم حضرتك سيبي رقمك عشان اقول لك المعلومه بالظبط. ناهد بعد اذنك ممكن تسيبي رقمك. خدنا رقم ناهد. خدنا رقم ناهد ولا لا؟ طيب خدنا الرقم وهنوصلها بحضرتك. طيب نرجع تاني يا فندم لموضوع المعلم ودي كانت نقطه بيساهم فيها ايضا ولي الامر. طبعا هو اللي يعني هو اللي كان بيقنع. بس انا هقول لك مفاجاه. احنا قلنا سنه اولى ثانوي تجريبي في ناس حجز دروس خصوصيه. طب يعني مش دي ده بقى ياكد حضرتك ان عندنا ثقافات عند ولي الامر هو درس هو الموضوع. هو مقتنع ان المعلم مش رايح الفصل. هو مقتنع ان ولادي مش هيروحوا في مراحل التعليم السنه خالص. لا هو اللي بيقول للولاد اقعدوا بالظبط. هو مقتنع ان الدرس خصوصي بيؤدي لده. طيب مش كلنا متفقين ان في كل او معظم الطلاب بياخدوا دروس خصوصيه؟ طب كل الطلاب بيجيبوا الدرجات العاليه؟ لا طبعا. اذا الدرس ما بيؤديش لده. هو حسب برضه استيعاب ابن حضرتك لكم الحفظ اللي بياخده. انا غيرت ده ابنك بقى اللي كان مش عارف يحفظ ده. ده على فكره ممكن لو فهم يجيب لك اكبر درجات. هو ده اللي بيحصل. انا من الشخصيات ما اعرفش احفظ خالص. يعني حتى لما كنت بشتغل في المهنه دي ما اعرفش اشتغل بسكريبت. ما اعرفش احفظ حاجه واقولها. سيبيني افهم وانا اقول اتصرف. ايام المدرسه برضو كنت علمي رياضه عشان انا ما بعرفش احفظ التاريخ والجغرافيا مع ان التاريخ والجغرافيا يا جماعه بتتحفظ والله بالزبط. يعني عمرها ما اتحفظت. ما هو كان بفكرنا انك لازم تحفظي ده انت كنت لازم تحفظي موضوع التعبير بتاع العربي. يعني ما بتديكيش مساحه من الفكر انك تفكري في فكره تكتبيها. في اسطمبه معينه بتكتبيها في موضوع التعبير. فكل ما هو حفظ ممكن ما يأديش لنجاح خالص ولا درجات. سيبه يفهم ممكن يطلع شخصيه ثانيه خالص. طيب هاخد محمد من القاهره. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت عاوز اسال حضرتك بس انا ابني في سنه رابعه في مدرسه لغات تجريبي هل في امكانيه ان انا احوله للمدارس الدوليه الحكوميه ولا لا؟ هو طبعا فتح اول نموذج يا فندم من المدارس دي. لو حضرتك عايز تحول فيها مفيش مشكله خالص بس طبعا حسب المربع السكني بتاع حضرتك هل يبقى قريب ولا لا. يعني ده مشروع عملته وزاره التربيه والتعليم بالتعاون طبعا مع جهات ثانيه وجهات دوليه.
لسه هيتعم لسه مدارس كتير، فانا ما اعرفش حضرتك ساكن فين او قريب من المدرسه اللي فتحت. ناس كتير متحمسه للنوع ده طبعا طبعا طبعا. يعني الناس كتير قوي بتقول اولا يعني بيقولوا مصروفاتها هتكون يعني طبعا اقل كتير من المدارس الدوليه. من المدارس الدوليه بتديك الشهاده دي. بس عايز اقول لك حاجه سامعها والله، والمدارس الحكوميه بتاعتنا مع تغيير منظومه التعليميه هتبقى بنفس الكفاءه، وهتطلع احنا شهاداتنا المصريه ان شاء الله يعني كل التجارب دي سواء اليابانيه او الرهبات او القوميات او كل النماذج دي احنا عايزين ناخد احسن ما فيها عشان نطلع شهاده مصريه بتتنافس الشهاده الدوليه. يعني احنا مثلا بنطبق المنظومه التعليميه دي على كل مدارس مصر الا المدارس الدوليه عشان دي بتدي شهاده مش مصريه. انا عايز الشهاده المصريه دي تنافس الشهاده الدوليه. ايكويفالنت لدي. طبعا. فطبعا ده نموذج جديد بتحاول وزاره التربيه والتعليم تدخله بشراكات كتير بتعملها الوزاره الصراحه للنهوض بالمنظومه التعليميه. فلو المربع السكن في حياتك قريب من اول مدرسه اتعملت طبعا في مفيش مشكله. طب ده هيقلل بقى الضغط اللي بيبقى من المدارس الدوليه على الناس، لان في ناس كتير قوي معظم الناس اكيد حضرتك عارف المدارس الانترناشونال بالنسبه لهم هم لازم يودوا انترناشونال بس المصاريف كتيره جدا، وهم دايما يجوا يقولوا لي ايه ده كل مدرسه بتحط المصاريف على كيفها، ده انا بدفع بالدولار هنا، ده انا بدفع مش عارف ايه هنا. ايوه وبعدين تعالى حبيبي اتعلمت ايه؟ فهي يعني الفكره برضو عند ولي الامر هو الغلط. انا بغلط ولي الامر على فكره، ما بغلطش المدرسه. تمام. فعايز اعرف هل المدارس الدوليه والمدارس اليابانيه ومدارسنا لما شهاداتها تبقى يعني نطبق المنظومه دي هقدر ان انا اخف على الموضوع ده او هجبر هذا يعني النوع من التعليم ان هو يبقى في المعقول؟ مش عايز اقول بقى رخيص. هنرد على حاجه من ثلاث جهات. اول حاجه هو مش كل الناس بتودي دولي. اما تشوف حاجه خريطه مدارس مصر 55000 مدرسه فيها 48000 مدرسه مدارس حكوميه، تمام، وفيها 850 مدرسه تجريبي اللي هو رسمي متميز ومتميز باللغات، وفيها 39 مدرسه قوميه، وفيها 7200 مدرسه خاصه، اوكي، وفيها 250 مدرسه دولي. اوكي، فانت 86% من مدارسك هي مدارس حكوميه. احنا بس النظره برضو عشان في مجتمع معين او شكل معين بتبقى شايف المدارس الدوليه او المدارس الخاصه هي كل مصر. بالظبط. لا ده هي 12% مدارس خاصه، 12% مدارس الدوليه. بس في شك منها برضه يا فندم. انا جاي لك بقى للشك الثاني. تمام. فانا لازم عشان اطبق العداله الاجتماعيه في دوله على التعليم لازم اشتغل على القاعده العريضه من المدارس واللي هي 86% من المدارس، وبيشملها طبعا المدارس اليابانيه بعد افتتاح اول 34 مدرسه ان شاء الله. الشك والحاجه بتتكلمي فيها من مصروفات، اولا هو ما فيش خالص موضوع ان انا ادفع بالعملات الاجنبيه، ده خالص ده خلاص اتمنع تماما. واي معنا. مدرسه خلف الدم السنه اللي فاتت تم اجراء معاها، وصراحه المدارس كلها الدوليه التزمت بالدفع بالجنيه المصري. دي اول حاجه. التجاوزات في المدارس، خلينا نقول برضو احنا عندنا 7200 مدرسه خاصه، لو في اساءه او في خروج عن النص بالنسبه ل 10 20 30 مدرسه بس ما ينفعش اسيء ل 7200 مدرسه. يعني بيجي لحضرتك شكاوى كتير 10 مدارس 15 مدرسه، هو عمرهم هيبقى اكتر من كده. الوزاره بتتاخد معاهم الاجراءات. هل الوزاره بتتاخد معاهم الاجراءات؟ الشكوى من الاهالي كلهم. بالظبط. تحس ان الشكاوى كتير. انا فعلا حتى بحس بس حتى حاطط خريطه كده قدامي. لا ما ينفعش اسيء للمدارس الخاصه وانا عندي 7200 مدرسه. 90 و95% منهم ملتزم. لو في 5% وهي اقل بكتير من 5% بيخرج عن النص، طب الوزاره بتاخد اجراءات ولا لا؟ تلاحظ حاجه السنه اللي فاتت اللي خرج عن النص 12 مدرسه اتحطوا تحت اشراف مالي واداري، 8 مدارس تم غلقهم، كل الاجراءات العقابيه اللي عند وزاره التربيه والتعليم استخدمتها مع المدارس، وفي مدارس صراحه كان عندها خروج عن النص بمجرد قدمت لهم انذار شالوا المخالفه على طول، سواء بقى خروج عن النص في مصروفات دراسيه، في زي مدرسي، في مصاريف الباص، في اي اجراء مادي بيبقى عن طريق المدرسه. كويس قوي. طيب في هالة عاشور بتقول المدرس القائم على التدريس للصف الاول الابتدائي بيكون حاصل على مؤهل ايه بالظبط عشان يقدر يدرس لل طيب انا عندي 1,350,000 معلم من خريجين مختلفين سواء كليات التربيه المؤهله لده كليات الاداب وتم مراجعتهم، وفي ناس كتير عندها من الخبرات الصراحه اللي نقدر نقول ده. فانا مش هبص على مؤهله دلوقتي، انا هبص على سنين الخبره ان هو بالفعل عندي مؤهله. اكيد هو مؤهل طبعا يؤهله يبقى معلم، والا ما كانش اتعين في الوزاره عشان بس ما نسقش المنظومه زمان. لا هو اكيد مؤهل لده. هي ممكن تقول بس هي بتفكر ان مؤهله ايه، ان هو مش مؤهل وما بيعرفش واللغه الانجليزيه مش مظبوطه. كل ده بقى اللي بتشتغل عليه الوزاره للارتقاء بمستوى قله الاهالي. طبعا طبعا طبعا. طيب احنا معانا تليفون. طيب في نقطة بقى أستاذ أحمد مهمة جدا، أنا يعني هرجع تاني موضوع المدارس العادية بس أنا لازم أتكلم على التعليم الفني. تمام. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم قوي قوي بالنقطه بتاعه التعليم الفني دي، مهتم بالنهوض بيها. ولسه سامعين من شويه دكتور طارق شوقي كان بيتكلم على النقطه دي. التعليم الفني مهم جدا جدا علشان المرحله اللي احنا فيها. صحيح. انا عندي كذا مشكله في التعليم الفني، المدارس
صعبه جدا، ما فيهاش اي تعليم ولا تعليم ولا اي اهتمام بالطلبه. نظرة المجتمع للتعليم الفني ده وحش، فاللي واخد ثانوية عامة أحسن من اللي واخد تعليم فني، مع إن يعني دولة مثلا زي ألمانيا قايمة على التعليم الفني، فاللي عنده تعليم شهادة تعليم فني في ألمانيا أحسن من اللي عنده ثانوية عامة. أنا هذه ثقافة هتتغير، وطبعا أكيد هتحتاج لمجهود كبيرة جدا، مجهودات كبيرة جدا. أنا شايفة دكتور طارق بيتكلم على إن مدارس تعليم فني هيبقى في شراكة بينها وبين يعني بعض الجهات الصناعية. اشرح لي بقى بالظبط اهتمامكم اللي بيحصل في التعليم الفني اضعاف اللي حكيناه في التعليم العام. بس في ثوره بتحصل في التعليم الفني الصراحه، قايم بيها دكتور محمد مجاهد نائب الوزير، وقايمه بيها استشاره الوزير حبيبه عز، وكان فيها صراحه دكتور احمد الجيوشي نائب الوزير السابق. في ثوره بتحصل في التعليم الفني لقناعه سياده الرئيس وقناعه دكتور طارق شوقي شخصيا من التعليم الفني، هو سبب رئيسي في نهوض الدول كلها. هي مش المانيا بس، حضرتك تشوف الفار ايست كله، اليابان، سنغافوره، ايا من الدول دي قامت على التعليم الفني. طب احنا مشكلتنا ايه في مصر التعليم الفني؟ اول مشكله بنواجهها هي النظره المجتمعيه اللي حضرتك اتكلمت عليها. طبعا بنصنفها دبلوم زي ما بتقولي، فاللي بيروح التعليم الفني ده الفاشل او اللي مش ناجح او المستوى المادي مش كويس. دي نظره مجتمعيه غلط جدا. دي بتشتغل الوزاره على تغييرها، تشتغل محاول لا تنفكر حتى في مسمى الشهاده، بنحاول ازاي ده مساعده بقى حضراتكم الاعلام لتوعيه الناس ان التعليم الفني ده حاجه مهمه جدا. دي ده الشكل بتحتاجهم يا فندم اصحاب المصانع طول الايام عم يكلمونا، وده اهم حاجه، يقولوا لنا مش لاقيين حد نشغله، هنروح فين؟ ما انا ليه مش لاقي حد يشغله برضو؟ انا عندي 2000 مدرسه تعليم فني سواء فندقي او تجاري او صناعي او زراعي. في نجاحات فيهم؟ في نجاحات فيهم، عندي 2 مليون طالب. المدارس الزراعية بتقدم منتجات مهمة جدا، المدارس الصناعية بتعمل ديسكات وبتعمل مراي، المدارس الحكومية، لا المدارس دي شغالة وعندها منتجات وعندها، بس أنا سوق العمل اختلف معايا، ما عشان جاي بقول لك أنا بغير فكر وفلسفة، عشان كده تقول المصانع هي مش لاقية، طب ما هو في طلاب، بس هو ما درس ولا عنده مناهج اللي تؤهل للوظيفة اللي في المصنع ده، عشان كده دلوقتي بنغير الفلسفة التانية، كل اللي أنا بكلمك في الفلسفة الفكرية لسه، هو سوق العمل عايز إيه؟ وأنا بعمل له مناهج عليها. يعني غيرت الفكر، بتدرسوا الاول سوق العمل طبعاً، مش العكس طبعا. الوظائف اختلفت كتير عن الاول، المهن اختلفت كتير عن الاول، المهن الحرفيه اختلفت كتير عن الاول. ده شغال عليه عشان افهم، عشان احط مناهج، ثم الشراكه مع القطاع الخاص. عشان اعمل المناهج دي قعدت مع القطاع الخاص كله، اشوف المصانع فيها ايه والتطور اللي حصل فيه ايه، وتطور التكنولوجي اللي حصل في المصانع، المهن والحرف اللي بيحتاجوها المصانع والشركات المختلفه، عشان اقدر اعمل ده. وبدانا بقى زي ما حضرتك قلتي في اول افتتاح امبارح لاول مدرسه تكنولوجيا تطبيقيه، طبعا بالتعاون مع شركه العربي ومصانع العربي، سياده الرئيس شكرهم امبارح. مدرسه بتؤهل لجيل مختلف تماما من التعليم الفني، وده بكوره لسه مدارس كتير بالتعاون مع القطاع الخاص الفتره اللي جايه. وفي عندنا مدارس التعليم مزدوج، وفي عندنا مدرسه ممكن تبقى بجوار مصنع فيقدر يتدرب بمعدات والحاجات المصانع. لا التعليم الفني بيحصل فيه ثوره تانية خالص. يعني ممكن تبقى اجيب لك بقى ضيفه استاذه حبيبه عز او دكتور محمد مجاهد يحكي لك تفاصيل كتير في التعليم الفني، ولكن الفكر والفلسفه اختلفت تماما عن الاول. زي ما بقول لحضرتك بنشوف السوق عايز ايه، بنوفر الحرف ازاي، نوفر الصنعه ازاي، لسه داخلين كمان في التكنولوجي كتير والنانو تكنولوجي الجديد والوظائف بقى زي السوفت وير والحاجات دي، ده بقى سوق العمل بيحتاجها، ما عندناش من المهن والحرف ليها. الحرف كتير، حضرتك ما تلاقيش سباك دلوقتي، ما تلاقيش صنايعي، ما تلاقيش كهربائي، ما تلاقيش الكلام ده كله، اللي اعتمد على الخبرات بس. حتى المهن دي اختلفت في ادائها، كهربائي دلوقتي في السمارت هوم اللي بيعتمد على الكهرباء، فلازم يبقى انا بطور من ادائه. انا بحكي لك اللي على الارض ايه، ما كانش ده الفكر زمان. انت بتدربي في مدارسك وبتعلمي في مدارسك على حاجات معينه، سوق العمل اختلف تماما. انا بطور كل الفكر بقى ده في التعليم الفني. طيب عندنا برضو لسه تفاصيل شويه في التعليم الفني هنتكلم عنها طبعا. بس هاخد تليفون معايا في ريال. الو، ايوه يا فندم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي انا عايزه اقول حاجه في التعليم بتزن في دماغي على طول. انا دخلت مدارس حكومي اتعلمت فيها، عمري ما اخدت درس، مره اخدت مجموعه وكسفت من نفسي جدا وانا بليده عشان اخد مجموعه تقويه في الرياضيات. انا مستواي الثقافي والعلمي دلوقتي ومن في مستواي في سن يعني زي الفل، ليه التعليم عندنا مدهور؟ سيان بقى فني او عام، ليه كده؟ في ايه؟ المدرس عليه الالف والياء، المدرس زمان كان بيجري ورانا عشان ياخدنا في الحصص الاحتياطي واحنا عايزين نلعب ونجري. ليه المدرس دلوقتي ما بيصدع عشان دروس الخصوصيه والهرش؟ ما ينفعش التعليم بصفة عامة عايز نظرة مدققة علشان الأجيال اللي طالعة دي هي اللي هتبني مصر أو تهدم مصر، وإن شاء الله تبنيها إن شاء الله. أنا شايفة يعني الحوار كله المدرس
المدرس المدرسه شكلها ايه مش مجهزه قوي زي الفل ماشي، بس في مدرس خوف بيحب شغلته ولا لا، قلبه على الاولاد ولا لا، هو ده السؤال. اما التعليم الفني فزي الفل اللي ما يمشي في السكه دي ويبقى في دماغه مشاريع ويبقى في دماغه انه يعلى. وشكرا يا استاذه محمد. شكرا ليكي حقيقه. لو حضرتك متابعنا من الاول مدام فريال الخطه اللي ابتدينا حتى وابتدت الوزارة في تنفيذها، هي هترجع المنظومة زي ما حضرتك كده بتقولي ويمكن أفضل إن شاء الله. هاخد العمدة عبد اللطيف. أيوة يا عمدة. صباح الخير على حضرتك وعلى ضيف حضرتك الكريم. صباح الفل. المجهود اللي مبذول في النهوض بالعملية التعليمية غير عادي والناس كلها شايفة الكلام ده. مدارس بتتجدد ومدارس بتترمم فعلا شيء غير عادي في كل القرى، احنا شايفينه في كل مكان، يمكن انا بلف في مصر كلها. احنا عندنا اهم عنصر في العمليه التعليميه هو المدرس. طيب ازاي احنا نرجع المدرس للمدرسه؟ احنا الاول زي ما المشاهده الكريمه بتتكلم، كنا اللي كان بياخد درس كنا بنعتبره طالب معوق او طالب ما هوش سوي. احنا كان عندنا زمان كده، احنا مش من زمان قوي، احنا يعني انا من 25 سنه مثلا او من 30 سنه بالظبط كنا بنشوف الطالب اللي بياخد درس طالب غير سوي. طيب احنا ازاي نرجع بقى المدرس للمدرسه مش الطالب للمدرسه؟ احنا مش هنرجع المدرس للمدرسه الا بعائد مادي يكفي لمعيشته عيشه كريمه، بس مش حاجه. احنا كاولياء امور، كل ولي امر النهارده في اصغر قريه او في افقر قريه في مصر بيدي ولاده دروس خصوصيه بما يقارب في السنه، لو عنده طفل واحد مش اقل من 500 600 جنيه او 1000 جنيه في السنه. ده في افقر قريه في مصر كلها. لو الراجل ده اهو ادى المبلغ ده لوزاره التربيه والتعليم، واللي هيدي درس النهارده هيعاقب بخمس سنين سجن مثلا يعني. والمبلغ ده هو اللي هو بيوصل في حوالي 30 35 مليار الاسر المصريه بتدفعه على مدار السنه كل سنه. لو المبلغ ده اداناه للتربيه والتعليم ووفرنا للمدرس مبلغ محترم يعيش عيشه كريمه هو واولاده، هنرجع المدرس للمدرسه. نتمنى ان الفكره دي توصل للتربيه والتعليم. شكرا يا ست. شكرا يا عمده. طيب نسمع الناس الاول وبعدين بقى نسمع اسئلتي. مها من القاهره. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي حبيبتي. إيه انا بنتي في اولى ثانوي منازل. بس كنت بسال نظام التابلت، هل هتاخد تابلت؟ بالنسبه للامتحانات اللي سياده الدكتور قال مرتين في الترم، طب ده برضه هيتطبق عليها؟ طيب بالنسبه للتابلت طيب. فندم لا، هي طبعا بتمتحن في البيت وبتذاكر في البيت عشان هي منازل، فهي مش هتحصل على التابلت. بالنسبه لاسلوب الامتحانات تم شرحه زي ما قلت لحضرتك في بيان كامل عشان هو في تفاصيل كتير، يعني احكي لك مبدئيا. لا، هيبقى في مكان بحضرتك بتروح فيه المدرسه بتمتحن امتحانات نفس الامتحانات بتاعه الطلاب العاديين، ولكن بتبقى على ورق او من خلال استخدام الكمبيوتر في مركز مجمع في الاداره التعليميه اللي تابع ليها المدرسه اللي هي متايده عليها. في تفاصيل كتير، ممكن حضرتك بس تخش على موقع رسمي الوزاره هتلاقي كل تفصيله لكل اداره لكل حاجه. ولكن لو حضرتك بتسالها اسئله معينه لا مش هتحصل على تابل، والامتحانات هتبقى في مراكز مجمعه للمنازل كلها. طيب مدام مها، هو يعني التواصل ما بين المواطن والوزاره بقى في منتهى السهوله دلوقتي على فكره، يعني مش صعب زي ما حضرتك متخيله. فحضرتك زي ما الاستاذ احمد بيقول حضرتك ممكن تدخلي على الموقع، ولو سمحتي تابعينا كمان على الصفحه لو في اي حاجه حضرتك عايزه تستفسري عنها. طيب بس حضرتك تكتب لنا الموقع ندخل عليه ازاي ونكتبه؟ حالا طيب. فريق الاعداد المحترم هيحط الحاجه دلوقتي، هيبقى محطوط على الشاشه. شكرا لحضرتك وجزاك الله كل خير. حالا شكرا حبيبتي. طيب في احد الساده المقيمين مهم جدا بس اتفضل. اي حاجه الناس عايزاها عن وزاره التربيه والتعليم تتواصل معايا، مفيش مشكله خالص تتواصل مع حضرتك، بس في الموقع الرسمي للوزاره، في الصفحه الرسميه للفيسبوك للمستخدمين الفيسبوك، نقولها كل ده هتلاقيه حالا دلوقتي. الفريق اللي كمان اللي معايا هيحط الحاجه دلوقتي كله على الشاشه الناس تعرفه. تمام. في الصفحه الرسميه للمتحدث الرسمي كل يوم، انا عارفه بس ده بمنع بيه الدخول في الصفحات المزيفه والدخول في الشاتنج اللي حاصل على وسائل التواصل الاجتماعي اللي ملوش اي علاقه بمعلومات بتنشرها وزاره التربيه والتعليم. فانا بحاول بس اخلي المصادر هي المصادر الرسميه اللي احنا بنتكلم فيها، سواء الموقع الرسمي للوزاره او الصفحه الرسميه لوزاره التربيه والتعليم او الصفحه الرسميه للمتحدث الرسمي، دول كلهم هيبقوا موجودين عندك حالا. تمام. ارجو طيب ان الموقع واسم الصفحه ينزلوا يا جماعه بعد اذنكم. وعلى في ناس كتير جدا بتشيد بالموضوع بتاع التعليم الفني ده، لان هو طبعا الناس بتتكلم من وجهه نظر انه هيلاقوا شغل
وان هنقضي على البطاله. خليني اضيف لحضراتكم ان قضاء على البطاله يعني قضاء على ارهاب طبعا. يعني بناء شخصيه قويه صعب جدا مستحيل تستقطب. ده التكامل اللي انا بتكلم ده ملفات تانية مهمه جدا بنتكلم فيه طبعا. رفع الحاله الاقتصاديه بالنسبه للبلد. بس سؤال سريع كده، هتدخلي ابنك تعليم فني؟ والله لو التعليم الفني هيخليه حد يعني عنده مثلا يعني زي ما احنا بنشوف كده في تايلاند وفي ماليزيا وكده جدا. برافو عليك. اذا حب كده ده اللي انا عايزين نغيره مها الفتره اللي جايه، ان احنا كل ولادنا ايه المشكله لو هو عنده موهبه معينه او هو عايز يخش لو حاجه معينه الموهبه دي يدخل طبعا التعليم. في مستشارين بيشتغلوا في مصر يا مها من دولهم، هم فنيين في ولادهم بس بقى مستشارين عندهم. يعني اذا ابنك ده ممكن يحترف ويروح دول كتير، وده زمان كان بيحصل. يعني عندنا كتير الفنيين بتوعنا كانوا محترفين في دول كتير، بيروحوا بياخدوهم وبياخدوهم في المانيا على فكره، بياخدوهم في فرنسا، بياخدوهم في الدول العربيه. بس احنا اللي بعدنا كتير في التطوير للتعليم الفني فتاخرنا كتير. حتى المعلم بتاعنا فيك، مش المعلم بتاعنا كان محترف، كان الدول العربيه دايما بتطلبه ان هو معلم شاطر جدا. عايزين نرتقي بمستوى الفتره اللي جايه، وده بيحصل الصراحه. معلش بقى يا استاذ احمد، ده لا كان مقصود يعني القضاء او محاوله القضاء على هويه الطالب وهويه المعلم وبالتالي الهويه المصريه بشكل عام، هل ده كان مقصود فعلا؟ عشان صرف نظر عن القصد من عدمه، ولكن يعني تدهورت طبعا المنظومه التعليميه بشكل غير عادي، واحنا ساعدنا فيها. ما خلينا نقول يعني المدام اللي كانت بتتكلم، انا اسف مش متذكر الاسم، وقت انا درست في مدارس حكوميه مدام فريال. مدام فريال بس هو بيتها اكيد رباها ده، يعني والدها ووالدتها حببوها في العلم، حببوها في المعرفه، يعني واضح ان قاعده متابعه ولسه عايزه تشوف. ممكن يكون ده مش موضوعها خالص دلوقتي، كل اولادها كبروا وخرجوا من التعليم بالظبط، هي اللي لسه مطلعه. ده دور البيت معانا، ما برضو مش كل الدور هيبقى المدرسه. والدي الله يرحمه وامي علموني ان انا ابحث عن العلم، يعني انا ادور على المعرفه، حتى المعرفه دي رياضيه على فكره. المعرفه دي الدوري اخباره ايه، ان انا بس ابحث عن المعلومات دايما، حتى المعرفه دي فنيه. خلي بالك هما بيسيبوا دلوقتي الولاد قدام التلفزيون او على الموبايل او وسائل التواصل وخلاص، ويسيبوهم كده، وكل همهم ان هم يودوا مدارس غاليه جدا جدا علشان يقولوا ان احنا ودينا. انما انت بتاخد الواجهه الاجتماعيه برضو مؤثره علينا تاثر كبير جدا. يا جماعه يعني عيب نعمل حاجه زي كده، يعني نبطل نضحك الناس علينا. التصرفات الاهالي دي بتعملها، لازم تبقى فاهم ابنك بيحصل له ايه اتكلم معاه، اتكلم معاه يعني اسمعه. خلينا نعرف ان الحاله الاقتصاديه ممكن تخلي الاب والام دلوقتي بيشتغلوا انشغلوا شويه، بس لازم تفضي نفسك على الاقل. الحاله الاقتصاديه طول عمرها كانت طبعاً فيها ساعتين مشاكل بس لاولادك، يعني طول عمرهم كانوا بيتكلموا معايا. انت بتتعب عشانهم يعني انت بتجري انت والوالده طول الوقت عشان تجيب فلوس عشانهم. طب ما عشانهم انت مش قاعد معاهم. في الاخر بنرجع نشتكي بقى من حاجات يعني بلاش نتكلم فيها النهارده يعني. طيب في ناس كانت بتسال هل هيبقى في تغيير او تطوير في الشعب علمي وادبي والكلام ده؟ مش تغيير، انا كان عندنا ادبي وعلم رياضه وعلم علوم. اللي هلتحق باولى ثانوي السنه اللي جايه ان شاء الله اللي هو 22 سبتمبر ده، في علمي وفي ادبي. مش علم رياضه ومفيش علم علوم زي زمان، يعني دي برضه فلسفه ما كناش فاهمينها. يعني مش عارفه مش معنى اللي داخل كليه هندسه ما يدرس احياء، ما لازم ياخد مخرج علمي معين عشان يبقى مؤهل، سواء يخش هندسه ولا طب ولا يخش اداب ايا كان الكليه. ففي في ادبي وفي علمي، ده التغيير اللي حصل. بس الفكه اللي كانت حاصله دي من ادبي من علم رياضه وعلم علوم، لا بقى علمي فقط. طيب هو ده برضو بياخدني لسؤال استاذ احمد، ان من ناحيه تطوير المناهج اللي حضرتك كلمتني عليها في الاول خالص، الخاصه ب خلينا نتكلم مثلا بثانويه عامه اللي بتؤدي ان احنا بندخل الجامعه. تمام. طيب ليه الطالب لما بيكون في ثانويه عامه ممكن يبقى شاطر جدا يدخل الجامعه تلاقيه؟ خلينا اصلح حاجتين بس، هو مفيش تطوير مناهج حصل في ثانويه عامه، هو نفس المناهج ونفس كل حاجه، هو التغيير في التقييم بس. ليه حاجه بتقولي بيخش يتخض او دكتور خالد غفار وزير التعليم العالي، فاجئنا بمجموعه احصائيات في مؤتمر الشباب الاخير، ما هو ده بقى اللي انا بتكلم 20% من اللي هم متفوقين 95% 100% بيصعد اول سنه. حقيقي. و22% لو انا متذكر الاحصائيات صح 22% بيصعد بمواد بمادتين لثاني سنه. ايوه، عشان هو نسبه كبيره ما بيعرفوش يكتبوا، عندهم غلطات املائيه خارجين جامعه. كلنا بنشوف ده. عشان احنا فقدنا برضو حاجه مهمه جدا، احنا فقدنا اللغه العربيه. يعني اللغه العربيه بقى اللغه العربيه دي اللي احنا بنحاول ناسسها مره تانية ونحاول نشتغل عليها في المنظومه الجديده طبعا ان شاء الله. بالنسبه لمرحله رياض الاطفال اولى ابتدائي، احنا فقدنا اللغه تماما كتابه وقراءه. يعني كان ممكن يطلع من خمسه ابتدائي وسته ابتدائي واولى اعدادي ما بيعرفش يكتب ويقرا، فدي مهمه جدا. واللغه العربيه دي بتفقد حاجات كتير معاها، الهويه والمواطنه، وده حاجات كتير بنفقدها واحنا مش حاسين، كل ده عاملين نفقده واحنا ماشيين ومش عارفين. ما احنا حطينا بقى مواد في المجموعه وماده بره المجموعه، والتربيه القوميه دي مش عارف ايه، وده طب ما التربيه القوميه كل درجات. يعني لو تلاحظي ان كل التصنيفه ليها علاقه بالدرجه، تاخد كام درجات عشان تاخد كام عشان تروح فين.
بالظبط كده. خدت ايه علم ما كانش في الحسابات خالص بتاعتنا. عشان كده بتقولي هو بيفاجئ او يخش الجامعه وبيسقطوا فعلا. هو حفظ المنهج اللي عنده وحافظ الاسئله اللي عنده. الجامعه طبعا ما فيهاش حفظ يعني طبعا. حتى لو منهج فيها حفظ ما هو. بس هو دخل على مجتمع تاني. داخل بمجموعه درجات مش داخل باي مستوى معرفي تماما. طيب خليني اقول في النهايه ان التعليم يعني هيؤدي بعد كده لتاهيل الطالب. يمكن ده حلم يعني طبعا. يبقى عندي وانا عارفه ان بالمجهودات دي نقدر نحققه ان احنا نبقى مثلا ممكن نبقى زي الدول الاوروبيه اللي بتكتفي بهذا النوع من التعليم في بعض المجالات مش كلها. واللي بيدخل الجامعه ده بيكون له مواصفات تانية مش بالكيلو. هو ده اللي يعني طبعا الدول الاوروبيه كلها وامريكا يمكن موضوع الجامعه ده تاني ترشيح بالنسبه لهم. ما بيبقاش اول ترشيح بس الناس اللي هنا ممكن تفهم مش عايز تدخل ناس الجامعه يعني لا خالص. لا انا بتكلم على انا عايز ناس تتعلم تخش الجامعه تاخد معرفه وعلم تخش بيها الجامعه تخش بيها تعليم فني تخش بيها اللي هي عايزاه بس يبقى الطالب مؤهل. وده اللي بنوعد الناس بيه ان شاء الله 2030 اللي هيكون في اولى ابتدائي السنه دي مع استراتيجيه الدوله ده طالب تاني خالص. 2032 ان شاء الله اللي هيكون في كي جي 1 ده طالب تاني خالص إن شاء الله. بنقول للناس هو بنوعد احنا بدانا الحمد لله تغيير المنظومه ولكن ان شاء الله مع الوقت هتلاقي تغيير كتير. بحيي حضرتك جدا يعني بصراحه وبحيي المجهود الكبير جدا الوزاره بتقوم فيه وهو يعني ما تقلوش عن اي جندي موجود في سيناء دلوقتي بيحارب الارهاب بالطريقه او المجهود اللي بتعملوه في مجال التعليم والنهوض بالتعليم. شكرا لك شكرا جزيلا الاستاذ احمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده من برنامجكم نهايه الاسبوع. دايما بسعد بلقائكم كل خميس وجمعه. اشوفكم بكره 9 صباحا بتوقيت القاهره فكونوا على موعد.